طيبين. النهاردة سبت النور وبكرة عيد الفصح بعيد على كل المسيحيين، مسيحي مصر اللي بيحتفلوا النهاردة بسبت النور والكنائس المصرية في أبهى حلالها. الحقيقة عندنا يعني كاميراتنا في كل مكان، في الكاتدرائية وفي المنيا وفي أسيوط وفي اسكندرية وفي شبرا وفي كل مكان في مصر تحتفل بسبت النور النهاردة وغدا عيد الفصح وعيد القيامة. طبعا عيد القيامة المجيد. كل سنة وانتوا طيبين. وبعيد طبعا كان ايضا على كل المصريين الحقيقة اعياد الربيع. دايما عيد القيامة المجيد بيجي مع اعياد الربيع وشم النسيم. صحيح الجو مش ربيع جدا، وصحيح يعني ان هو الدنيا برد وتراب في كل انحاء جمهورية مصر العربية، لكن نتوقع ان شاء الله نتمنى بكرة وبعده الجو يبقى كويس مع الاعياد و أعياد القيامة وعيد شم النسيم، الأعياد اللي بتوحد المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين، جميعهم بيعيدوا على بعض وبيحتفلوا مع بعض. يعني الحقيقة دي من الأعياد يعني زي الكريسماس والنيو يير، لكن الحقيقة كمان الأعياد عيد القيامة بالذات بيوحد المصريين، لأنه دايما عندنا عيد الربيع وعيد شم النسيم، فكلنا عندنا حالة الأجازات. احنا صحيح اللي بنشتغل، بس احنا مبسوطين ان احنا بنشتغل عشان نكون موجودين معاكم. كاميراتنا في عدد من الكنائس زي ما قلتلكوا، والبابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطرك الكرازة المركوزية دخل منذ قليل إلى الكاتدرائية اللي هي فعلا مزينة في أبهى حلالها. والحقيقة أنا ملاحظة أن البابا النهاردة الزي مختلف شوية، يعني صحيح هو دايما الزي بيبقى أبيض فأصفر مشغول يعني بالمذهب، ولكن النهاردة أعتقد أن الزي اللي لابسه البابا النهاردة يعني جديد، يعني مشغول بشكل جديد، شكله مختلف بس حقيقي مبهج وحقيقي رائع وحقيقي يعني في يعني جمال الألوان الحمراء مع اللون الأبيض والأصفر، جميعها يعني بتدي شيء من البهجة والسعادة في الأعياد. إذن نحن النهاردة بنحتفل بعيد القيامة سبت النور، حيث وكما هي العقيدة المسيحية، حيث شع النور وخرج النور من قبر السيد المسيح يوم السبت مساء. والنهاردة كل المسيحيين بعد هذا القداس يفطروا بقى ويكسروا الصيام الكبير. خلونا النهاردة الصبح أيضا كان الحقيقة القدس كانت يعني تحتفل بسبت النور، كل المسيحيين هناك كانوا بيحتفلوا بسبت. شفتوا الجميلة القدس ازاي؟ يعني أتمنى إن جيلنا يوم بإذن الله إن إحنا نقدر نصلي هناك في المسجد الأقصى، وإن إحنا يعني مسلمين ومسيحيين نقدر إن إحنا نزور الأماكن المقدسة في القدس الشريف. طبعاً هنا هذا الاحتفال في كنيسة القيامة بالقدس الشريف مدينة القدس. نعود للكاتدرائية بالعباسية وهي فعلا في أبهى حلالها. الحقيقة واحد من أجمل مشاهد للكاتدرائية بشوفه، يعني دايما الكاتدرائية مزينة، لكن حاسة النهاردة أن فيها يعني جمال آخر. خلونا نذهب إلى مين معانا يا جماعة من الكاتدرائية. سارة فؤاد مراسلتنا من داخل الكاتدرائية. سارة اشرحي لنا الأجواء، مين اللي موجود وقولي لنا إيه اللي بيحصل في الكاتدرائية النهاردة.
أستاذة لميس مساء الخير عليك. يعني منذ قليل دخل البابا توادروس الثاني الكاتدرائية المرقسية، يعني هيبدأ خلاص رفع الذبيحة وبدأ صلاة القداس بعد انتهاء صلاة العشية، وعدد كبير من الضيوف وصل لحد دلوقتي، يعني عدد من الوزراء من وزير التجارة والصناعة ووزير السياحة وصلوا منذ قليل، وأيضا المستشارة تهاني الجبالي ومحمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين، وأيضا عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، والإعلامي مفيد فوزي. عدد من الضيوف وصلوا بالفعل، وهناك أيضا تنظيم كبير وتأمين عالي من قبل الجهات الأمنية، هناك عدد من العربات الأمن المركزي داخل وخارج الكاتدرائية المرقسية، وعدد من مدرعات القوات المسلحة، وأيضا كان منذ ساعتين من الآن كان هناك تمشيط من قبل خبراء المفرقعات لأرجاء الكنيسة من الداخل، وهناك أيضا عدد من الكلاب البوليسية لتأمين المكان. صباح اليوم وصل لتهنئة البابا توادروس وزير الداخلية ووزير الأوقاف ووزير العدل، وأيضا شيخ الأزهر ووفد من الأزهر وصلوا صباح اليوم لتهنئة البابا توادروس بسبت النور أيضا بعيد القيامة. هل الجو أثر يا سارة على توافد الناس النهاردة؟ الجو وحش قوي الحقيقة، هل الجو مأثر على توافد الناس ولا الناس برضو يعني موجودة في الصلاة كعادتها؟ الناس موجودة والناس بتتوافد منذ الساعة 6:30 من مساء اليوم بدأ التوافد، وحتى الآن يتواصل توافد الضيوف سواء من الأقباط، حتى يعني عدد كبير من الأقباط وصلوا حتى الآن، الآلاف وصل حتى الآن، يعني من المفترض أن هناك 12,000 مقعد للأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية، وأيضا عدد من الضيوف وصل كما ذكرت، عدد من الوزراء والسفراء، ويستمر التوافد حتى الآن. أنا معجبة جدا أيضا بالشاشات، الحقيقة في شاشات كتيرة موجودة في الكاتدرائية يمكن ما كنتش لاحظتها قبل كده، يمكن دي جديدة. سارة هل الشاشات دي كانت موجودة قبل كده في الصلوات قبل كده في الأعياد ولا دي جديدة الشاشات؟ هذه الشاشات جديدة أستاذة لميس، وكمان هناك يعني في تنظيم مختلف نوعا ما عن الأعياد السابقة، عدد أكثر من الأبواب الدخول، في تنظيم باب للسفراء والوزراء فقط، باب للأقباط، باب لحامل الدعوة من قبل بابا توادروس، يعني هناك تنظيم بشكل أوسع وأكبر عن الأعياد السابقة. أيضا أعتقد أن الزي اللي لابسه البابا توادروس النهاردة يعني يمكن يكون مختلف، يعني حاسة أنه هو جديد ومختلف عن كل المرات اللي كان فيها القداس، هل هذا صحيح؟ نعم أستاذ لميس، وهو دخل منذ قليل يعني بشكل ملفت الانتباه، وكان عليه الفرحة وحوله الرهبان، يعني هناك عدد من الرهبان كان حوله يعني في احتفال بدخوله للكاتدرائية المرقسية، والآن أعتقد يعني أنا خارج الكاتدرائية الآن، وبالذات أعتقد أن صلاة القداس بدأت. بشكرك سارة، يعني أرجو أنك أنت تفضلي معنا في الكاتدرائية، هنرجع لك تاني بعد قليل، والترانيم مستمرة طبعا احتفالا بسبت النور وعيد القيامة المجيد. نذهب إلى كنيسة أخرى، فين يا جماعة؟ نذهب إلى القديسين، كنيسة القديسين في الأسكندرية، وزميلنا خالد جمال هناك. خالد مساء الخير، الأجواء في اسكندرية إيه والجو إيه عندكم الأول في اسكندرية يا خالد؟ مساء الخير يا استاذ الاميس، وكل سنه والاخوه الاقباط وهم كل عام وهم بخالد، ومناسبه سبت النور وعيد القيامه المجيد. الجو في اسكندريه كعادتي هو جو رائع، جو شتوي، يعني هطلت بعض الامطار القليله النهارده في صباح اليوم، ولكن هلت الامور تماما. هناك توافد كبير من الاخوه الاقباط على الكنائس لحضور قداس العيد القيامه المجيد. هنا في كنيسه القديسين يترأس القداس القمص مقر فوزي، وهو كاهن كنيسه القديسين. هناك انباء ايضا عن
وصول السيد مدير الامن ومحافظ القاهره لتهنئه ومشاركه الاخوه الاقباط. علمنا ايضا ان البابا تودروس ناب الانبا ماركوس الاسقف العام لكنيسه حديقه القبه والولي لرئاسه قطوس العيد بكاتدرائيه الاقباط الارثوذكسي بالاسكندريه، تجولنا قبل بدايه القداس في عدة كنائس بمحافظة الاسكندرية للاطمئنان على الحالة الأمنية. هناك تكثيف أمني حول الكنائس، هناك حواجز حديدية أمام أبواب الكنائس، يعني قوات الشرطة وقوات الجيش تؤمن بشكل جيد جدا الكنائس المصرية. ما زال توافد الإخوة الأقباط على الحضور القداس. القداس يقام من الساعة السابعة عصر اليوم أو المغرب اليوم غروب اليوم وحتى الساعة الثانية عشر. بشكرك شكرا جزيلا يا خالد. نذهب طب نسمع البابا تودروس. افتيتوتينا بنت شريه تاي اونوساي انسوف او متروف بوس انت بره ايرون خم بايس وفاين منوتير انطيب الانخ خن هرين بين انتي بيك بمتوكراتور بشويس بنو Sevexasite ونعود مرة أخرى طبعا الترانيم، وخلونا نسمع نعرف بالضبط ماذا يعني يقول البابا تودروس. الآن معي على الهاتف الأستاذ يوسف سيدوم الكاتب الصحفي. مساء الخير يا أستاذ يوسف. الخير يا ست، كل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه. اولا خليني اسالك على زي البابا. انا حاسه يعني يمكن من كل المرات اللي غطيت فيها القداس او حضرته، الزي ده يمكن اكثر ابهاجا في الوان اكتر. هل ده زي جديد ولا هو واحنا ما كناش واخدين بالنا ولا ايه؟ لا، هو الزي بيتبع الطقس الاحتفالي، والقداس دلوقتي هو قداس بيتبع طقس احتفالي، وبالتالي بيبقى زي ابيض وبيبقى طبعا زي ما احنا شايفين مغمور بالتطريز اللي باللونين الذهبي والاحمر. يصح انه الزي يختلف عن عيد اخر، لكن هو بيبقى راجع للتصميم بتاع الجوانب الزخرفيه اللي فيه. بس انا حاسه حتى ان ده بقى يعني اختلافا عن عيد القيامه السابق، برضو زي ده مختلف. يعني اقصد ان ممكن كل سنه يبقى فيه زي مختلف، او كل عيد يكون له زي مختلف بالوانه المبهجه. مظبوط، لكن هو بيتبع المجموعه اللونيه والتطريزات في الخط العريض. يعني يمكن التفاصيل بتاعت التصميم بتاعت التطريزات والزخارف ممكن يختلف من عيد لآخر، لكن هو ما فيش شك هيكون اللون الأرضية أبيض والمجموعة بتاعت التطريزات والألوان باللونين الأحمر والذهب. أستاذ يوسف، إيه هو سبت النور؟ سبت النور اللي احنا حضرنا الطقس بتاعه النهاردة الظهر مذاع على الهواء من كنيسة القيامة في القدس. هو الصلوات اللي بتقوم بها الكنيسة انتظارا لانبثاق النور المقدس من القبر المقدس بتاع السيد المسيح، وده احنا تابعناه على الهواء، وكان صحيح. تقريبا الساعة واحدة الظهر، و دي هي الظاهرة المعجزية اللي بتحصل كل سنة، وبينبثق النور المقدس من القبر المقدس في كنيسة القيامة. وهذا يعود لفكرة انبثاق النور ده، تعود إلى إيه؟ يعني اشرح لنا الأساس تاريخ هذه القصة. دي ظاهرة بتحدث سنويا منذ قرون، ودي كمان يمكن كان مصاحب ليها ظاهرة بتتداولها الأجيال على إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا لما فتح أورشليم القدس ودعا
البطريرك الجولي وبطريرك الروم الأرثوذكس عشان يصلوا زي ما هم معتادين في كنيسة القيامة. ودخل معاهم لكن فاجئهم بأنه هو طلب من الجموع بتوع المصلين أنهم يخلوا الكنيسة في اجتهادات بتقول لأنه كان عايز يتحقق من أنه الظاهرة المعجزية اللي بنتكلم عليها دي مش من صنع بشر، وفي اجتهادات تانية بتقول أنه كان عايز أنه يكون في جو هادي لأن الجموع كانت غفيرة. النتيجة أنه هو كان في داخل كنيسة القيامة والجموع حطوهم في الخارج، وعند اللحظة بتاعت انبثاق النور المقدس والجموع كانت بتصلي خارج الكنيسة ومتألمة أنها مش هتعايش هذه الظاهرة، النور المقدس انبثق من عمدة الرخام اللي خارج مدخل الكنيسة، ودي أثر موجود وبيتصور لغاية النهاردة ومسجل، واللي بيزور كنيسة القيامة بيشوف الرخام ازاي انشق من انبثاق النور المقدس منه. طيب لو انت بتتفرج معانا دلوقتي على التلفزيون لو تشرح لنا بالظبط ايه اللي بيحصل في القداس، يعني بابا بيعمل ايه وحوله القساوسة والاباء. ما هو ده اعداد المذبح المقدس لطقس القداس، وبالتالي بيتم تغطية بعد وضع القربان وبعد وضع الإناء اللي فيه الخمر الممزوج بالماء بيتم تغطيته، وبتتم الصلوات والترانيم لغاية لما بيبدأ الصلوات بتاعت القداس، وبيتم كشف هذا لأن ده هو أساس الطقس بتاع القداس الإلهي. يعني طول الأسبوع اللي فات ده كان أسبوع الآلام، بدءا بقى من حد السعف، مرورا بقى بالجمعة ثم السبت ثم الأحد. اشرح لنا كده هذه الرحلة، كيف كانت رحلة السيد المسيح في هذا الأسبوع؟ هو الأحد اللي بيسبق أحد القيامة اللي هو الأحد الماضي هو احتفال الكنيسة بأحد السعف أو الشعانين اللي دخل فيها السيد المسيح أورشليم القدس، ودخل في مشهد احتفالي وأهل أورشليم احتفوا بيه وكانوا بيستقبلونه بفرش أغصان ورق النخيل والسعف تحت الجحش اللي كان ركبه السيد المسيح. ودخل السيد المسيح المعبد والكنيسة بتعيد هذا العيد احتفالا بالمناسبة، وبيكون يوميها آخر قداس إلهي قبل أسبوع الألام، وبيغلق الهيكل، بتغلق الهياكل في جميع الكنائس وما بيتعملش قداس للطقس بتاع أسبوع الألام، وبتكون في البصخات المقدسة اللي هي الصلوات اللي بتتابع الطقس بتاع ماذا فعل السيد المسيح في أسبوع الألام. وبينتهي هذا بيوم خميس العهد. يوم خميس العهد ده مناسبة مهمة جدا اللي فيها السيد المسيح نظم العشاء الأخير مع تلاميذه، وقدم لهم في هذا العشاء اللي احنا بنقول عليه سر الإفخارستيا اللي هو طقس التناول، وقدم لهم بعد لما اتعشوا خبز وقال لهم خذوا كلوا منه كلكم هذا، وقدم لهم الكأس وقال لهم خذوا اشربوا منه كلكم هذا هو دمي، علامة على موته وصلبه، وقال لهم انه تصنعون هذا لذكري. وهو ده طقس الإفخارستيا اللي احنا بنعمله في القداس بسر التناول بالقربان والكأس الخمر اللي بيمثل جسد السيد المسيح ودمه. ده الخميس. الجمعة بقى والحقيقة الطقس بيمتد
طول الليل، لأنه الخميس بالليل بعد العشاء الأخير خرج السيد المسيح إلى الخارج مع تلاميذه وأخذ يصلي، وتم أثناء ما هو بيصلي وهم نيام أنه يهوذا الإسخريوطي اللي خان السيد المسيح وذهب إلى زعماء اليهود وقال أنا هسلمه لكم، جاء وقبله، ودي كانت علامة أنه يقبضوا على المسيح ويقودوه إلى بيت قيافة الكاهن، ومنه إلى بيلاطس الحاكم الروماني، اللي لما فحصوا واستجوبوا بالرغم من أن الجنود كانوا بيجلدوه بيعذبوه، قال لليهود أنا لا أجد إلا في هذا الرجل، وبالرغم من كده صرخوا وقالوا له اصلبه اصلبه، ولما خيرهم وقال لهم أنا اعتدت في الفصح أن أنا أطلق لكم أسير، أطلق لكم هذا يسوع المسيح، ولا أطلق لكم برباص اللص، فقالوا له اطلق برباص واصلب يسوع المسيح. وده بيقودنا إلى الجمعة اللي هو الجمعة الكبيرة، قمة الطقوس بتاعة أسبوع الألام اللي شهدت أحداث الصلب وانتهت بإنزال المسيح من على الصليب لما فارق الحياة ودفنه في القبر. نعم. إذن ده كله يعني ملخص أسبوع الآلام، وطبعا ينتهي بعيد القيامة المجيد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ يوسف سيدهم الكاتب الصحفي، وما زلنا نتابع الاحتفالات من كل كنائس مصر، ونذهب إلى المنيا. محمد عبيد من كنيسة ماري يوحنا في أسيوط، عفوا إلى أسيوط مش المنيا. محمد عبيد مساء الخير. مساء الخير مدام رغيث، يعني الوضع لا يختلف. انت فين بالظبط يا محمد؟ معلش عشان انا اتلخبطت في الكنائس. انت الان في كنيسه ماري يوحنا بابلوب اسيوط في محافظه اسيوط. هذه الكنيسه واحده من اعرق الكنائس الموجوده في محافظه اسيوط، وكغيرها او كالعديد من الكنائس التي احرقت خلال الفتره الماضيه بعد عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي، لكن القوات المسلحه قامت باعاده بنائها، واليوم تشهد اول قداس لعيد القيامه وسط اجواء من الفرحه الكبيره التي يعني انتابت سكان هذه المنطقه، وتعالت الترانيم والايات ورفعت الدعاوى الى السماء لعلها تنشر رحماتها على سكان الارض. يتراس هذا القداس الاب لوكاس، وهو نائبا عن البابا توادرس واسقف ابانوب واسيوط الجديده، وايضا الفتح، ويعني اسيوط لها مكانه خاصه في قلوب الكثير من المسيحيين ليس فقط في مصر وإنما في العالم، لأنه هو البلد الأخير الذي آوى الأسرة المقدسة وآوى المسيح عليه السلام عندما كان طفلا مطاردا من الأعداء. فبالتالي هذه المدينة وهذه المحافظة لها مكانة خاصة في قلوب فيها الكثير من المسيحيين. بها الدير الذي آوى السيد المسيح والسيدة مريم في رحلة العائلة المقدسة، دير المحرة على ما أعتقد. بالفعل هو دير المحرق الذي آوى السيد المسيح وآوى خلال يعني وجودهم في أسيوط، بالإضافة طبعا إلى الأجواء عامة في جميع المناطق في أسيوط هادئة تماما، الجميع يشهد احتفالات في جو ألفة. منذ قليل كنا مع أسرة، إحدى الأسر الأقباط، وهي تجهز عشاءها للإفطار في الساعة 12 من مساء اليوم. الشعور يبدو أنه مختلف، هناك تفاؤل، هناك يعني حالة من الفرحة وحالة من الاطمئنان في نفس الوقت، يعني بنكهة خاصة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة. وأيضا ستكون هناك صلاة لمصر لعل الله أن يفرج عنها الكرب ويتقدم بها إلى الأمام كما يقول البعض. منذ قليل كان هناك حدث يعني تمثيلي أو ما يعرف بتمثيلية القيامة، قام الأسقف بإطفاء النور والدخول داخل المذبح والقيام بتلاوة بعض الآيات من العهد الجديد، ثم الطواف داخل أجواء وأرجاء القيامة داخل أجواء أقصى الكنيسة والقيام بتلاوة
ترانيم محددة في تمثيلية لعرض ما تم مع السيد المسيح وفقا لتعليم الديانة المسيحية. نعم بشكرك محمد عبيد وبعيد على كل أهل أسيوط من المسيحيين، كل سنة وانتوا طيبين. البابا بيبارك طبعا القداس وبيمشي في الممر الكبير، وده طقس احنا دايما كنا بنشوفه سواء في أعياد الميلاد أو أعياد القيامة. والحقيقة انه قداس يعني قداس عيد القيامة قداس مبهج جدا فعلا، يعني الألوان والترانيم كلها شيء أشياء مبهجة. نذهب إلى المنيا ولا احنا فين يا جماعة؟ رايحين فين؟ شبرا. نعود إلى شبرا مرة أخرى، نرجع مصر، نرجع القاهرة إلى شبرا. محمد سعيد من كنيسة ماري جرجس في شبرا. محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك، قول لي ايه الاخبار عندك في القداس؟ بالفعل استاذ لميس، ما زال حتى هذه اللحظات القداس قداس عيد القيامه المجيد الان يقام في كنيسه مار جرجس الجيوشي بشبرا. بالتاكيد حتى هذه اللحظات القداس بالفعل يتم ايضا حاله من الفرح والاحتفال الديني للاخوه الاقباط هنا في مصر في كنيسه مار جرجس. اعداد كبيره جدا من الاخوه المسيحيين هنا في الكنيسه يحتفلوا بسبت النور وهو ليله عيد القيامه المجيد بالنسبه للاخوه المسيحيين. الاجواء هنا اجواء احتفاليه هادئه، اغلب الكنائس السلاميه كما تعلمي يعني يحيط بها كردون امني كبير من الخارج. ايضا كنيسه ماري جرجس تحديدا هي كنيسه وسط اماكن سكنيه كبيره، فبعض الشوارع فقط هي التي تم اغلاقها، شوارع سكنيه ليست شوارع رئيسيه لمرور العربات. بشكل عام الاجواء هادئه جدا، اجواء فرحه واحتفال ديني. الان ارى البابا الكنيسه هنا يقوم بالقاء عظه داخل القداس بعد ان كان هناك مشهد تمثيلي لاحداث اسبوع الالام وسبت النور وبالتاكيد ليله عيد القيامه هنا داخل الكنيسه. استاذ ميت على حاجه يعني الملحوظه الوحيده هنا في يعني المختلفه ربما عن بعض الكنائس الاخرى في كنيسه ماري جرجس هو الاطفال. هناك طبعا عدد اطفال كبير جدا داخل الكنيسه هنا وهم يستخدموا الالعاب العاب الاطفال من البومبو والصواريخ البسيطه، والحقيقه ده يعني تم توجيه لهم ليهم من بعض المسؤولين هنا داخل الكنيسه. يعني ربما انت لو كنت تسمعي دلوقتي اصوات بعض الالعاب الناريه البسيطه من الاطفال، هم بالتاكيد هم يحتفلوا ولكن ده كان بيسبب شيء من الذعر لبعض المتواجدين هنا. وبالفعل الاجواء هادئه تماما، ولكن يعني يجب بس ان ننوه ان هذه الاصوات ربما تزعج البعض. وبالفعل تحرك المسؤولين داخل الكنيسه لمحاوله يعني نصح الاطفال لعدم استخدام هذه الالعاب داخل الكنيسه. نعم نعم بشكرك شكرا جزيلا محمد سعيد من شبرا. ونذهب الى كنيسه العور في المنيا. محمد سلامه. محمد مساء الخير. مساء الخير استاذه لميس وكل عام وحضرتك والاخوه الاقباط. كلمني على كنيسه العور، وهي كنيسه مهمه جدا خاصه ان هذه القريه التي شهدت يعني الشهداء من المصريين الذين تم يعني قتلهم في ليبيا على يد متطرف يعني ارهابي داعش. طبعا كنيسه العور هي الكنيسه الاساسيه في طملوط التابعه لمطرانيه طملوط الاقباط الارثوذكس، هي اسمها كنيسه السيده العذراء مريم بالعور في قريه العور التي طبعا فقدت 13 شهيدا من المصريين في الحادث الارهابي في ليبيا. يعني الاحتفالات تقام والقداس. محمد دي تختلف عن الكنيسة اللي وعد المسؤولون ووعدت الدولة بأن تقام للأهالي في القرية بالذات. دي كنيسة أخرى يا أستاذ لميس بالقرب من الكنيسة الأساسية اللي احنا متواجدين فيها، هي بالقرب منها ولكنها ما زالت تحت الإنشاء، لم تقام فيها أي صلوات حتى الآن أو قداس. القداس يقام هنا في كنيسة السيدة العذراء مريم بالعور. أيوة. القداس مستمر والبناء مستمر في الكنيسة الأخرى التي سيطلق عليها كنيسة شهداء الإيمان والوطن نسبة إلى ضحايا الحادث الإرهابي الأسود بليبيا.
القداس مستمر حتى الآن، والإخوة الأقباط يحتفلون داخل الكنيسة. أجواء الاحتفال يمكن في المنيا وفي العور بالذات الأجواء ممكن تبقى حزينة شوية السنة دي يا محمد. أكيد طبعا في شيء من الحزن داخل الناس، داخل الإخوة الأقباط في الكنيسة، لكن يمكن اللي احنا شايفينه أن عدد كبير من الأهالي يحملون الشموع احتفالا بعيد القيامة المجيد. الأطفال والنساء والشيوخ والشباب كلهم يحتفلون ويحضرون القداس داخل الكنيسة، يعني يمكن بيحاولوا قدر الإمكان أنهم يحتفلوا بالعيد ويترحمون على شهدائهم. وهناك أيضا بانرات معلقة داخل الكنيسة بصور وأسماء ضحايا الإرهاب في ليبيا. صحيح، بشكرك محمد سلامة من المنيا بجوار في قرية العور، والحقيقة ان احنا لا ما كانش ممكن يجي العيد دون ان نمر على اهالي هؤلاء الشهداء الذين من المصريين اللي قتلوا في ليبيا، واكيد العيد بيمر على اهلهم بكثير من الحزن وكثير من الذكرى. ذهبنا اليهم يعني نحمل يعني حبنا ومودتنا، وحبينا ان احنا نشوف احوالهم ونتذكرهم ونتذكر ذويهم، لان احنا مش ممكن ننسى اولادنا الذين قتلوا غيلة وعدوانا في ليبيا من شهدائنا من شباب قرية العور. أجواء من الأحزان تخيم على أهالي ضحايا مذبحة داعش في ليبيا مع حلول عيد القيامة الذي يأتي هذه المرة ثقيلا عليهم ويذكرهم بأحباب فقدوهم وكانوا معهم في أعياد مضت. ورغم ذلك يحاولون بكل الطرق إطفاء الفرحة والبهجة على بيوتهم. 21 أسرة بالمنيا من أهالي ضحايا المذبحة تأمل أن يكون هذا العيد فرصة لتخطي أحزانهم التي يعيشونها منذ فقدان ذويهم. هي كانت مناسبتهم بتبقى حلوة جوا، كان بيبقى العيد فرحة لدرجة، والحمد لله برضو احنا بنحمد ربنا ونشكر فضله إن هم اختارهم ربنا وخدهم في السماء، بس هي فرجتهم صعبة، احنا بإذن الله تعدي حلو ووحشة تعدي. ما نقولش العيد ما يجيش، ده العيد تيجي والناس تعيد تبقى طيبه والعيد بيخش علينا ونبقى فرحانين، يعني لما واحد يخش عليك بس تبقى فرحان، تبردنا وقلبنا برد عشان ارتحنا وعرفنا هم راحوا فين بالظبط، والحمد لله عيدنا يمشي زي اي عيد نشكر ربنا. هي فرقتهم صعبه بس الحمد لله. العيد السنه دي احلى من اي عيد، لانه دول شهداء كتير ما يزعلوش عليهم، لانه دول راحوا مكان احسن وارتاحوا، إن احنا بزمن صراحة يعني ربنا يعدي على خير. صمويل ألهم أحد ضحايا المذبحة حاولت أسرته لما شملها لإكمال الفرحة بالعيد، ورغم الألم على فراقه إلا أنهم مصرون على الاحتفال. عندي بنت 4 سنين وابني 6 سنين والصغير 2 سنين أما يودوا لا يا ماما ما تعيطيش عشان بابا صمويل لما يزعل منك. العيد هيبقى عادي عندي أنا، هيبقى يوم زي أي الأيام عشان أول عيد الجوز. ورغم أن قلوب هؤلاء مثقلة بالحزن والأسى إلا أنهم يرضون بقضاء ربهم ويصرون على مواصلة الحياة بالمشاركة في احتفالات عيد القيامة المجيد. هشام الرباط، هنا العاصمة. Oh.
يعني بينما نتابع القداس في كل كنائس مصر. خلونا نرجع نعود مرة أخرى إلى أخبارنا. عايز أقول لكم عندنا الأول إيه النهاردة في هذه الحلقة، عندنا فقرتين. فقرة هنلتقي فيها بمراسلة زميلتنا مراسلة أون تي في لمياء حمدين، هذه المراسلة العزيزة اللي كانت بتؤدي واجبها وهي تحمل طفلها على كتفها. هنشوف يعني لمياء حمدين بتمثل كل امرأة الحقيقة مصرية عاملة ومشكلات المرأة المصرية العاملة، وانها لازم انها تنزل الشغل وهي معاها ابنها لانها ما لقيتش مكان تاني تقدر يعني تتركه فيه. هتكون معانا بعد قليل لمياء حمدين. عندنا فاصل اخر، جزء اخر هنستضيف فيه الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير والصحفي الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ حلمي النمنم، ويتكلموا عن اعياد المصريين. لكن خلونا الاول نتابع بعض الاخبار الحاله الحقيقه، ونبدا بالاخبار العسكريه والتنسيق المصري السعودي فيما يخص عاصفه الحزم. والحقيقه الموضوع يعني في أنباء مختلفة. امبارح كان السيد وزير الدفاع فريق أول صدقي صبحي في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تفقد القوات، في قوات مصرية بالفعل موجودة معظمها من الطيارين المصريين. تفقد السيد الفريق فريق أول صدقي صبحي القوات المصرية، والتقى أيضا بوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. قبلها كان وزير الدفاع في زيارة لباكستان. باكستان طبعا البرلمان الباكستاني رفض أمس التدخل العسكري في عاصفة الحزم أو وجود قوات برية في عاصفة الحزم، وفضل الحل السياسي. ده كان قرار يعني البرلمان الباكستاني. الحقيقة أنه مشاركة مصر هنا مشاركة شديدة الأهمية، ومشاركة مصر إلى جانب أشقائها سواء في المملكة السعودية أو في الإمارات أو في باقي الدول، هي مشاركة مهمة جدا. أهمية هذه المشاركة أولا أن الجيش المصري هو الجيش الأقوى في المنطقة، اثنين أنه الحقيقة أنه هذا الوقت لكي تثبت مصر أهميتها وقوتها في المنطقة. إمتى هيكون لنا وقت في المنطقة؟ إمتى هيكون تكون أنت قوي وفاعل ومؤثر ومهم؟ لما البلاد لما الوضع يحتاج لك، لما انت لازم تقول لكل اشقائك انه كلمه مسافه السكه، وانه لما بقول ان يعني انه الامن الخليجي هو خط احمر بالنسبه للامن المصري، هنا الفعل اهم كثيرا من الكلام. وهنا وجود مصر الى جانب اشقائها وجود مهم يثبت اهميتها الاقليميه ويثبت اهميه جيشها واهميه وجود جيشها على الارض. خلونا نشوف هذا المقطع من المؤتمر الصحفي اللي عقده العقيد ركن العسيران بالأمس، وكان يتحدث عن المشاركة من كل البلاد العربية وركز على المشاركة المصرية. أولا منذ اليوم الأول أخي الكريم ذكرنا أن العمل يتم عمل تكاملي، جميع الدول تشارك بجميع إمكاناتها. ليس من المصلحة الآن أن نذكر أي دول تقدم أي جهد، لأنه عمل تكاملي، الجميع يساهم لإنجاح أهداف الحملة. ذكرت لكم في بداية العمليات أنه قد يكون بداية العمليات كان الجهد الأكبر فيها للقوات الجوية السعودية، ولكن منذ انطلاق العملية والجميع يشارك. ليس من المهم أن نذكر أن هذا العملية نفذتها القوات الجوية الإماراتية أو القطرية أو المصرية أو المغربية أو غيرها من الدول الشقيقة المشاركة في التحالف، ولكن العبرة بالنتيجة. الجزء الأول من المقاطع الفيديو كانت طائرة مصرية اللي نفذت العملية. ليس من المهم الآن أن نذكر من نفذ ماذا، ولكن المهم أن تقدم هذه العمليات بجهد متكامل ومتناسق النتيجة النهائية لهذه. هذا مثلا هذا مقطع الفيديو، هذه إحدى الطائرات الأشقاء المصريين هم اللي نفذوا هذه العملية يوم أمس. فلذلك أعتقد أنه العمل هو عمل جماعي تكاملي يهدف إلى تحقيق النتيجة النهائية لهذه العمليات. شكرا.
إذن هنا المتحدث الرسمي العسكري الرسمي كان بيوري إن إحدى الطائرات مثلا كانت طائرة مصرية بتقوم بقصف لمواقع معينة متفق عليها. النهاردة وزير الدفاع أيضا كان بيتفقد قوات التدخل السريع وقال إنها جاهزة لكل المهام المطلوبة داخليا وخارجيا. معي على الهاتف سيادة اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا سيادة اللواء. اهلا وسهلا. وسهلا اهلا بك. يعني دلوقتي في انباء يعني متواتره مختلفه، في انباء بتتكلم على انه بالفعل مصر بدات بارسال قوات بريه وان في 48,000 جندي، وده نقلا عن يعني وكالات انباء روسيه. هل هذا دقيق ولا غير دقيق؟ اولا خلينا نقول انه ليس من المصلحه ان اولي البلاد ان احنا نذكر تواجد اي قوات بتاعتنا بره الا بعد ان تقوم القوات المسلحه المصريه باعلان ذلك. وانا يعني باؤكد لحضرتك وللساده المشاهدين ان القوات المسلحه في الوقت المناسب اذا ما تحركت قواتنا خارج حدود ارضنا فان القوات المسلحه هتصدر بيانا تعلن فيه، قد لا تعلن الاعداد ولكن ستعلن فيه ان هناك قوات مصريه قد تحركت بالفعل. سياده اللواء. طيب واضح الخط قطع، هنحاول نرجع له مرة أخرى، لكن الحقيقة أنه مهم جدا أن احنا نركز على مشاركة، يعني أن موقف مصر من عاصفة الحزم موقف ما فيهوش تردد، ما فيهوش تلكؤ، موقف حاسم وواضح، والناس كمان لازم تدعم هذا الموقف بوضوح، لأنه وجودنا إلى جانب أشقائنا في الدول المواجهة لعاصفة الحزم من السعودية أو الإمارات الحقيقة هو دور مهم جدا، ليس مرة أخرى كما قال الرئيس السيسي ليس ردا للجميل ولكن تأكيدا لأهمية مصر في هذه المنطقة. سيادة اللواء رجعت لنا تاني. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. طيب انا كنت بتكلم على اهميه المشاركه، باهميه المشاركه سواء في الطيران سواء في القوات البريه بالشكل اللي بيتفق عليه الجانب المصري والجانب السعودي والاماراتي، الاهميه الاستراتيجيه لهذه المشاركه لو ممكن تشرحها لنا. هو انا اتفق مع حضرتك في المقدمه، قلتي ان مصر هي اقوى قوات مسلحه في المنطقه وده حقيقي وليس يعني بحكمنا احنا ولكن بحكم الاطراف المحايده الاخرى والجهات البحثيه الدوليه. وبالتالي وجود قوه مصريه عربيه لهذه القوه وعليها مسؤوليات تجاه اشقائها، وايضا اعلن هذا بوصف رئيس الدوله عده مرات، ليس هذا فقط ولكن هذا التزام وطني قومي عربي اتجاه الامن القومي العربي واشقائنا في الخليج، يعطي اهميه للمشاركه المصريه وانها ضروره حتميه لابد من الدخول فيها، يعني اصبحت المشاركه المصريه التزاما مصريا تجاه الاخرين ولذلك مصر ملتزمه بها. ويمكن اتفضل. لا كنت عايزه اسال، يعني البعض يقول انه ربما بعد قرار البرلمان الباكستاني بعدم المشاركه في المعارك وان هو يلتزم الحياد، ربما ده بيضع مصر في موقف افضل ام أسوأ ام لا علاقه لنا بالموقف الباكستاني؟ انا يعني اؤكد لحضرتك لا علاقه لنا على الاطلاق بالموقف الباكستاني، الموقف الباكستاني قرار شخصي داخلي، هم رأوا أن ذلك في مصلحتهم سياسيا فليكن ذلك، ولكن هذا لا يؤثر علينا لا بالسلب ولا بالإيجاب ولا يؤثر على القرار المصري نهائيا. القرار المصري قرار مصري عربي مشترك مع الأشقاء في الائتلاف، وهذا هو اللي بيصدر منه واجب حاجة واحدة بس، مصلحة الائتلاف ومصلحة العمليات الليبية. لذلك يمكن نرى أن زيارة الوزير الدفاع اليوم فريق أول صوت الصبح للقوات المحموله جوا قوات التدخل السريع، الحقيقه زياره في ميعادها ولها توقيتها ولها مدلولها، ان القوات المسلحه المصريه كلها جاهزه للاشتراك في اي وقت، ان هذه القوات الحقيقه لازم نقول ان هذه القوات قوات جديده، الامر بتشكيلها هو رئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وامر بتشكيل هذه القوات منذ سنوات قليله، وانا يمكن تشرفت الحقيقه بان انا القيت محاضرات على هذه القوات وشفتهم بنفسي وخرجت من عندهم فخور ان انا مصري، شفت يعني ضباط جنود وصفت ضباط، والله اقسم بالله يعني وعلى كل مصري ان يعرف ان هناك فعلا ابطال وطنيين مصريين يعني مستوى الواحد يتشرف يقول انه مصري لما يشوف الناس حقيقه يعني.
لكن الآن الصحف التركية تتحدث عن تدخل تركي للوساطة ما بين المملكة السعودية وإيران، وإن زيارة أردوغان لطهران الأخيرة كانت بهدف هذا الوساطة، وإنه أردوغان حيقوم بجولة أسيوية أخرى يعود بعدها إلى الرياض لاستكمال هذه الوساطة. هل يعني معلوماتك إيه عن هذه الأنباء سيادة الوزير؟ أقول لحضرتك، أنا اللي أؤكده أن ما يحدث الآن من محاولات تركية في حلول سياسية لن تؤثر على ما يجري الآن من عمل عسكري في اليمن. نحن أمام تهديدات موجودة في داخل اليمن، هذه التهديدات بتهدد الشرعية وتهدد الدولة اليمنية في محاولة لإسقاط هذه الدولة وتهديد الأمن في البحر الأحمر، تهديد أيضا جنوب الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وهذا غير مقبول من الجميع. وبالتالي لن يتم إيقاف العمليات العسكرية إلى أن يتم تحييد القوات الحوثيين اللي موجودين والقضاء عليها في اليمن، وأيضا يبقى هناك وضع استقرار نقدر نقول سياسي إلى حد ما، استقرار أمني إلى حد ما داخل اليمن. ولكن قبل ذلك أي محاولات لمحاولات الوصول إلى حلول نقدر نقول ترضي إيران أكثر منها ترضي الائتلاف العربي، أنا شايف أن دي محاولات قد لا تصل في النهاية إلى نجاح نقدر نشهد بيه. بشكرك سيادة اللواء سامح سيف اليازل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. إذا يعني إحنا هننتظر طبعا أي بيان رسمي يتعلق بقوات مصرية في المشاركة في عاصفة الحزم، لكن امبارح الفريق أول صديق صبحي كان بالفعل يحيي بعض القوات المشاركة في الطيران وفي غيره، في فعلا مصريين مشاركين بالذات من الطيران، وده اتكلم عليه يعني مصر أعلنته صراحة. مصر لها قطع بحرية في باب المندب، ومرة أخرى وجود مصر في مشاركة في عاصفة الحزم ده جزء من يعني جزء من الكيان، أهمية مصر في المنطقة. لا يمكن أن أنت تكون مهم في المنطقة وأنت بتدافع عن حدودك الأربعة بس، لا يمكن أن أنت تكون مهم في المنطقة ولما يطلبوك أشقائك ما تمدلهمش العون، لا يمكن أن أنت تكون موجود في المنطقة مهم وأنت قاعد بتتفرج ولا تشارك. الجيوش خلقت لتحارب، الجيوش ما خلقتش لأشياء أخرى. يعني يا جماعة عشان بس إحنا نسينا هذه القصة، ومن كتر انخراط الجيش المصري في الأعمال المدنية، الجيش موجود يعني عمل الجيش في سيناء هذا هو العمل الأساسي، تأمين الحدود هذا هو العمل الأساسي، مساعدة الأشقاء في السعودية هذا هو عمل أساسي، هو ده الشغل، هو ده الحقيقي، يعني الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. هي دي الرسالة اللي لازم تبقى واضحة للأشقاء وللمصريين بوضوح، إنه دي مش مخاطرة، ده مش تورط، طالما إن في شروط واضحة للاشتباك، طالما إن في يعني في خطوات واضحة، عارفين بندافع عن إيه، عارفين بنعمل إيه، مش داخلين تورط بلا يعني حدود، طالما بندافع من داخل حدود المملكة السعودية، في يعني أمور يتحدث فيها المتخصصون، لكن يعني استراتيجياً احنا بنتكلم على أهمية مصر في المنطقة، هذه الأهمية لا تكون بالكلام، لا تكون بالخطب، بتكون فقط بالفعل، والفعل على الأرض. عندنا الحقيقة أيضا يعني في اليمن الحقيقة أن المواضح المعارك محتدمة، وفي شهداء من القوات أيضا المسلحة السعودية على الحدود، أعتقد في شهيدين أعلنت عنهم السلطات السعودية منذ قليل، نترحم عليهم جميعا. لكن عاد من اليمن عدد كبير من الجالية المصرية اللي احنا كنا الحقيقة بنطالب دايما ان تسهيل العودة، بشكر الخارجية المصرية على تسهيلاتهم للعودة لكل المصريين الموجودين. الخارجية بتقول ان هو اتم اجلاء اخر فوج من المصريين المتواجدين بميناء عدن. معي على الهاتف مهندس ايمن، مساء الخير يا باشمهندس. اهلا بيك، انت كنت بتكلمنا دايما من اليمن، رجعت ازاي؟ انا والله انا بشكر حضرتك للمره العاشره ان حضرتك فعلا كنت ورانا ومعانا دايما من اول ما كلمنا حضرتك لغايه ما وصلنا مصر، الحمد لله وربنا اكرمنا ووصلنا الحمد لله مصر بسلام. احنا بس احنا بنشكر طبعا زي ما قلت لك الخارجيه في السعوديه مش في مصر،
ليه يعني مش في مصر بس؟ ما هم الناس ساعدوكوا اكيد برضو. لا انا اسف مش في مصر, في اليمن. انا اسف احنا اللفظ بس. ايوه لا خليك دقيق. خلينا لا يعني قصدك الخارجيه يعني لا انا اسف, انا بقول القنصليه المصريه في السعوديه. أيوة. وليست القنصليه في اليمن, هي دي اللي انا مقصوده. قصدك القنصليه المصريه في السعوديه. مظبوط. بالظبط. بصراحه يعني ادوا معانا دور جامد في الطوال, بالذات القنصل محمد الحسيني والاستاذ اسلام الخولي. للامانه استقبلونا استقبال ممتاز, ويعني وصلونا بامان الحمد لله, والحمد لله ركبونا من السعوديه. ولكن انا باسف على اللي حصل من الناس اللي عندنا كانوا في اليمن, الجماعه اللي هربوا وسابونا بدون ما يذكروا اي كلمه. طيب. اخرجوا او ما تخرجوش او كلام من بالذات. كمان السفير بدا عبد العاطي الامانه كان برضه معانا خطوه بخطوه بالتليفون, وكان بيكلمنا في اليمن اكثر مره. بس للاسف, بس هي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها يا استاذ رميس, ان ده مش قادر مصر ان احنا نخرج كده هربانين كده بالطريقه دي. ان احنا كان مصر زي ما باكستان بعت الطياره وخليت, احنا مش عايزين طياره مصريه. احنا لو جابوا لنا طياره باكستانيه, طياره هنديه, طياره روسيه, اي طياره ياخدونا من, لان في اسر كتير يا استاذ رميس. لو حضرتك شفتي المخاطر اللي احنا شفناها في الطريق, واحنا كرجاله تعبنا, فما بالك باطفال وستات يعني وناس يعني. طيب يعني الحمد لله على السلامه, وانا الحمد لله ان احنا قدرنا ان مصر قدرت انها تجلي عدد كبير من رعاياهم. بشكرك مهندس ايمن. معايا ايضا استاذ احمد سعيد. اتفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد السلام عليكم. مدام لميس. عليكم السلام, اهلا بيك. ازي سعيد حضرتك؟ انا بشكر سعادتك جدا 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 على اهتمامك يا مدام لميس. والله اشكرك. وصلتوا بالسلامه المهم؟ الحمد لله. لا انا وصلت امبارح, انا وصلت اول امبارح انا والمدام والاولاد وكل الجروب معانا بتاع المستشفى السعودي الالماني. الحمد لله الحمد لله. يعني احنا طبعا باص طريق طويل جدا بس بصراحه يعني بكل صراحه احنا بنشكر يا مدام لميس سفارة مصر, جمهورية مصر العربية في جدة. بصراحة الدور اللي قاموا معانا فيه فعلا دور ناس محترمة. الحمد لله. وده دورهم وده واجبهم, وده انا عارفه يعني الحقيقه من اول يوم السفير بدر عبد العاطي كان مهتم وكل الخارجيه كانت مهتمه. يمكن كان في صعوبات بصراحه. قابلينا, انا نزلنا من السياره لقينا القنصل محمد واقف لنا على باب السياره. طب الحمد بالطول. لله الحمد لله. وانا اسف هاخد من سعادتك لحظه كمان, انا بشكر زمايلي في المستشفى السعودي الالماني على الوقفه اللي عملوها معانا هناك بالنسبه لجروب المستشفى هناك في السعودي الالماني, لانهم حجزوا لنا الفنادي وحجزوا لنا كل شيء. فانا فعلا بنشكرهم وبنشكر مهندس صبحي البترجي على كل الدور اللي هو عامله معانا. شكرا جزيلا والحمد لله على السلامه دكتور احمد سعيد. معايا ايضا استاذ خالد يحيى. اتفضل يا استاذ خالد. الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك يا فندم. الحمد لله على السلامه. كله مشي تمام ورجعتوا الحمد لله. الحمد لله. اول ما اشكر حضرتك كتير جدا, لان كنت بعت لحضرتك اس ام اس في الاول خالص في اول الازمه, وحضرتك قطعت الموضوع, وهنا على حضرتك كنت اول حد يتكلم عن ازمه مصريين في اليمن. لا والله هم كلهم كانوا يعني مهتمين, الخارجيه كلها من اول الوزير. انا عارفه ان هم كانوا مهتمين, واحنا بس حبينا ان احنا نسمع صوتكم. الحمد لله رجعتوا بالسلامه. يعني احنا لو مش وضعيات موجوده مش عارفين كنا عملنا ايه بصراحه. يعني ربنا يخليك. الحمد لله. الحمد لله الف حمد لله على السلامه. يعني بقول الحمد لله على السلامه لكل المصريين اللي رجعوا من اليمن, اللي كنا فعلا قلقانين عليهم وكنا مهتمين, مش احنا بس, احنا والخارجيه وكل السلطات المصريه الحقيقه كانت مهتمه. احنا عملنا دور صغير جدا, لكن الدور الاكبر كان للوزاره. الوزير كان بيقف بنفسه, السفير بدر عبد العاطي, كل الناس الحقيقه كانت مهتميه. ما كناش محتاجين ان احنا نقول لهم شيء, ده دورهم وهم عارفين كيف يقوموا بيه. وايضا سفارتنا طبعا في المملكة العربية السعودية. سريعا, وانا عندي اخبار الحقيقة كتيرة جدا, لكن قبل ما نستقبل لميا الحقيقة يعني بتقدم خالص العزاء لزميلي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري على وفاة والدته. الأم بتبقى مختلفة عن أي حد تاني, والحقيقة انه امبارح كان يعني عزاء ضخم جدا في مسجد عمر مكرم. لكن يمكن المشهد اللي كان يعني مثير لاهتمام كل وكالات الانباء وكل الصحافه هو مشهد دخول علاء وجمال مبارك لتقديم واجب العزاء للاستاذ مصطفى بكري. مساء الخير يا استاذ مصطفى. لميس اهلا وسهلا. اولا بعزيك وبتقدم بخالص العزاء ليك وللاسره الكريمه. الله يبارك فيك ويكرمك. الله يخليك. الحمد لله.
وانت واقف في العزاء ولقيت علاء وجمال مبارك وانت المتقدم بعدد كبير من البلاغات ضد مبارك وضدهم وضد عدد كبير من يعني العصر الماضي، يعني بصراحة كان رد فعلك ايه؟ يعني دعيني اقول اولا انا افرق تمام بين الموقف السياسي وبين العزاء الاجتماعي. احنا عندنا في بلادنا الصعيد لو حد بينك وبينه طار وجي يعزيكي بتاخدي العزاء وبتوصليه بتحميه لغايه ما تمشيه بره. طبعا دي الاصول، ما بيغيرش من قناعاتي من انه انا ليه طار عند فلان او هو ليه طار عندي. دي نمره واحد. نمره اتنين، الحقيقه انا فوجئت انا وشقيقي محمود بدخول السيدين جمال وعلاء مبارك. كان امامنا حل من اتنين، إما أن احنا نترك عزائنا وننصرف أو نعمل أي موقف غير أخلاقي، وإما أن احنا نستقبلهم زي ما استقبلنا آخرين. كان كل ألوان الطيف السياسي موجودين، صحيح. كان موجود أخي حمدين صباحي، وموجود محمد عبد القدوس ذو التوجه الإخواني، وموجود مستشار أحمد الزن، وموجود مستشار زكريا عبد العزيز، وموجود قضاء من أجل مصر. أنا كل في ناس أنا فوجئت بأنها موجودة. لا يمكن بأي حال من الأحوال لا أخلاقنا ولا قيمنا تخلينا ما نمدش إيدينا أو ما نقولش شكرا لمن جاء إلينا، وده لا يغير من القناعات السياسية لدي أو لديهم. نمرة اثنين، أنا رحت عزيت ابن علاء مبارك قبل ذلك، كان في خلاف سياسي مع النظام. أنا عزيت والد أحمد عز في شهر نوفمبر 2010، وكان قد قسم لي الدائرة في هذا الوقت، لان دي مسائل انا بعتقر وبعتبرها مسائل اخلاقيه لا تؤثر في القناعه السياسيه. بعض الناس اللي حاولوا يستغلوا هذا الامر، انا بقول لهم يعني ارجوكم ان نكون لدينا ثقافه الاحترام. ثقافه الاحترام بغض النظر عن الخلاف او السياسي معايا او مع غيري، دي مساله لابد ان تكون موجوده. البعض قالك لا ده متفقين، ازاي اتفق؟ يعني ايه اتفق اروح اقول له تعالى؟ لا ما يصحش طبعا، في ايه؟ يعني اقول له تعالى عندني في والدي وطير عليا الحمله دي، انا مش معقول. انا بعتقد انه ده تم بمنطق ان ناس جايه تعزينا. حسابات ده سياسيا عنده او عند غيره ماليش دعوه بيها، انا ماليش دعوه بالتفاصيل، لكن انا بقول على الموقف الاخلاقي اللي انا اتربيت عليه، اي حد يجي يعزيني اهلا وسهلا شكرا. لا ده لا موقف زي ده هيغيرني ولا بالتاكيد هيغيرهم. نمره اثنين، انا راجل لي مواقف سياسيه، ومواقفي السياسيه بدفع ثمنها. قد تعرضت لهجوم شديد جدا بسبب وقوفي مع المجلس العسكري ومع الشرطه من 28 يناير. الايام بتثبت والايام بتاكد. فالحقيقه انا مستاء من توظيف هذا طب ما تتكلموا على زياره اخرين يفترض انهم من توجه اخواني مثلا، قولوا ليه جاوا جم. طيب ما في قوة، طب ما شباب الثورة كان موجود وناس كتير كل الفئات الاجتماعية، هل معنى ذلك ان كل واحد جاي موافق على موقف مصطفى بكر السياسي؟ ابدا، لكن بالتأكيد في ناس جاية تؤدي واجب العزاء. اللي جاي يؤديه نتيجة لانه كان في عزاءات سابقة، واللي جاي يؤديه لانه شايف ان ده امر طبيعي، واللي جاي وكل واحد ونيته بالاساس. لكن انا لم يكن امامي من خيار الا ان استقبل ناس. الحقيقه انه علاء وهو بيسلم عليا قال لي كلمه واحده، انا جاي انقل عزاء الوالد الي. قلت له شكرا وانتهى الامر عند هذا الحد. واقف انا واخي محمود في مكاننا، ما تحركناش من مكاننا. فانا الحقيقه بقول لا يجب تحميل الامور اكثر مما تحتمل، ولا يجب افتعال امور للاسف بتستغل بشكل غير عادي. احنا عندنا قضايا اهم من كل الكلام، صحيح. عندنا تحديات، احنا امام تحديات في المنطقه كلها. ما فيش حد هيرجع حد سياسيا لمجرد انه راح قدم عزاء، يمكن لانه ده كان اول ظهور لهما ميدان التحرير. ميدان التحرير بغض النظر طبعا ده رمز الثوره الوطنيه المصريه، ولكن هو لما انا اقيم عزاء في مسجد عمر مكرم ويجيني حد او كذا او كذا، هل ده معناه ان الامر توظف سياسيا بهذا الشكل؟ انا الحقيقه مستغرب على ردود البعض، ولكن مش مستغرب عن محاولة البعض استغلال الأمر وتفسيره كل حسب ما يريد.
لكن انت مش شايف انه هذا الوجود لما جم يعزوا حضرتك ان هم بيحملوا رساله معينه، او يعني برغم انه انت الذي تقدمت بعدد من البلاغات ضدنا فنحن ناتي لنقول لك يعني نشاطرك الاحزان مثلا، يعني ما اعرفش. والله يا استاذ لميس يعني كل انسان ونيته، لكن انا بانظر للامر بنوع من حسن النوايا على الاقل في نظرتي. انا حد جاي يعزيني اهلا وسهلا، مش حاضر اقول لك لا، لكن النوايا كل انسان له نوايا وكل انسان له حساباته، دي مش انا اللي هقدر احسمها، ولا انا اقدر احلل واقول ده جه ليه والسبب ايه ولا عايز يقول ايه او غيره. انا على فكره كل البلاغات التي تقدمت بها هو بلاغ واحد متعلق بمكتبة الإسكندرية، $143 مليون اللي كانت مكتوبة باسم الرئيس، وحسابات البعض منهم في البنك الأهلي المصري، وثبت ان المبلغ موجود والرئيس قال انا كنت شايله لحساب مكتبة الإسكندرية. لكن انا لا قدمت بلاغ في مسألة القتل ولا غيره، بل بالعكس أنا موقفي من أول يوم وقلت وتحديت بيه، وكان سبب هجوم كتير جدا علي، قلت من أول يوم أنه ليس هناك دلائل وفق الشهادات اللي أنا استخدتها من سيادات المجلس العسكري والداخلية وغيره وغيره تثبت أن هناك قرارا قد صدر بخاتم الظهري. أنا قلت ده من أول يوم وتحملت بسبيل ذلك الكثير. البلاغ الوحيد الذي تقدمت به هو المتعلق بمكتبة الإسكندرية، لأن أنا بشوف برضو حجم من يعني في كل واحد بيدي اللي هو عايز يديه. لكن في كل الأحوال أنا موقفي السياسي ثابت كما هو، أنا عبرت عنه، وآخر تعبير لي كان في كتاب الصندوق الأسود لعمر سليمان، واضح تماما ماذا قلت في كل الأمور والمجريات السياسية. مفيش حاجة هتغير قناعتي ولا هتغير قناعتي، وأعود وأقولها بكل يعني قناعة. أنا بشكر كل من جاء وعزاني في وفاة والدتي من كل الاتجاهات والألوان السياسية، ويعني ربنا يجعلها آخر الأحزان. وبعزيك مرة أخرى زميلنا الصحفي الكبير أستاذ مصطفى بكري، يمكن المشهد ده يعني لقطة صحفية لا يمكن حد إن هو يغفلها، البعض فسرها يمينا ويسارا، رغبة في العودة في الظهور، رغبة في إرسال رسالة، من الواضح إنه يعني التفسيرات عند أصحابها، ولكن حبينا نسمع رأي الأستاذ مصطفى بكري في النهاية ما قاله له وعلاء مبارك انه انا بنقل لك عزاء الوالد، فقال له شكرا وهذا هو ما حدث. قبل ما نخرج فاصل، النيابة العامة أصدرت بيانا منذ قليل، النيابة الحقيقة بتقوم بعدد من حملات التفتيش المفاجئة على عدد من الأقسام أماكن الاحتجاز والسجون، وفي هذه الأماكن تم اكتشاف أنه بعض الأماكن يعني ضيقة، بعض الأماكن محتاجة تكون أوسع شوية، محتاجة تهوية، في عدد من العنابر محتاجة وضع أفضل. النيابة طلعت بيان لأنه كان تردد أنه في بعض أثار التعذيب، أو أنه البعض يعني اكتشفت النيابة في تفتيشها التعذيب، فالنيابة أصدرت بيانا أكدت فيه أنه الثابت من التفتيش الذي تم على بعض السجون ومنها أبو زعبل وبعد مناقشة المسجونين أن شكواهم قد انحصرت في عدم توفر التهوية الكافية بغرف وعنابر السجن، وقد كلف النائب العام وزارة الداخلية بسرعة إزالة هذه الشكوى، كما كلف مستشفى السجن بتوقيع الكشف الطبي على المسجون الذي نشر أنه تعرض للاعتداء وتبين من الكشف خلوه من الإصابات وآثارها. ده بيان النيابة. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نشوف الأم المصرية الصحفية لمياء حمدين وكيف تعاملت مع مشاكل عملها وإزاي خدت ابنها معاها، وما زلنا نتابع الاحتفالات بعيد القيامة. إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك،
أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داودا، إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله فله بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. كنا عاوزين نتكلم عن الخضار والفاكهة المتوفرة في السوق النهاردة. أحجام الحركة المرورية أقل من معدلاتها الطبيعية. بالنسبة للأعطال، هناك عطلة على أعلى كوبري أكتوبر. فجرت قنبلة كان يعني وضعها في حقيبة أحد الأشخاص. أرحب بضيفتي وضيفتكم الدكتورة غادة ولي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحديث عن تداعيات الوقائع التي تم رصدها بالأمس من اعتداء على الأطفال في دور الأيتام. حضرتك طبعا قانون الإسكان الاجتماعي اللي صدر هذا العام نص وجرم لأول مرة أي نوع من التحايل على هذه الوحدات. اخترنا التحالف الفائز، والتحالف الفائز بيتعاقد معنا وتعاقدنا معه علشان يعمل مخطط العام التفصيلي للمشروع. كنت معكم لمياء حمدين، ونعود مرة أخرى للاستوديو. لمياء بنت زي أي بنت تانية، ست زي أي ست مصرية، وفي منها آلاف مراسلة زي عشرات المراسلات المحترمات المجتهدات في كل وكالات الأنباء المصرية والتلفزيونات المصرية، اللي بنحييهم واحدة واحدة، لأن ده عمل شاق جدا. لأن أنا اشتغلت مراسلة سنوات طويلة جدا من عمري، فعارفة يعني إيه أنك تكوني مراسلة وتنزلي الشارع وتتعبي، وحد يقولك آه وحد يقولك لأ، وحد يضايقك وحد يسخف عليك، وتضطر أن أنت تاخدي صورة. ده موضوع صعب جدا. لكن لمياء بجانب انها مراسله، بجانب انها صحفيه، هي ام زي اي ام، اتزنقت فجاه، محتاجه انها تروح تجيب ابنها من الحضانه، فجاه ده ميعاد الحضانه وانا عندي شغل، وبيبقى الخيار صعب جدا، وبيبقى الموقف صعب جدا. شغلي اللي لازم اشتغله، اللي لازم اعمله، لان انا ده حياتي وده كاريري وده اكل عيشي وده مستقبلي ومستقبل الطفل الصغير ده وابني اللي ما اقدرش اسيبه بره الحضانة. ولميا خدت ابنها على كتفها، زي ما بنقول شالت الست ابنها على كتفها، وكانت الصورة الشهيرة اللي عملت منها نجمة. وهي بتقول يا جماعة أنا مش نجمة. لميا حمدين، مراسلة القناة العزيزة أون تي في، أولا مساء الخير. مساء النور. وانتي مش نجمة، بس قولي لي ايه ملابسات هذه الصورة الأول؟ وانتي دايما بتقولي لي لميس أنا مش نجمة. لا، ما فيش اي حاجة. انا كان عندي شغل، والمفروض ان انا كنت هقضي وقت معين في الشغل ده، الموضوع طال مني شوية. في نفس الوقت كان المفروض اخد ابني من الحضانة، لانه خلاص الميعاد كان قرب، خلاص الحضانة هتقفل، فكان لازم اروح اخده او الشغل. فروحت اخدته وكملت شغل عادي. يعني اللي كان نافعني اكتر كمان ان انا بعمل استطلاع رأي. استطلاع رأي ده ما كانش في مكتب سفير ولا مكتب وزير، ده بوكس بوبس في الشارع مع مواطنين عاديين جدا. ما ازعجتهمش بوجود ابني معايا، ما ازعجتش الكرو اللي كان معايا، بالعكس. يعني انا كنت شايله يوسف على ايدي، كان مدير الانتاج اللي معايا والفني اللي معايا كانوا بيحاولوا كل شويه ان هم يشيلوه مني علشان يريحوني شويه، بس هو عشان بيبي يعني عاوز يروح لمامته بيعيط، فبقوم شايلة تاني. لأن في ناس كتير علقت قالت ايه المحن اللي هي فيه ده، طب ما تديه لزمايلها او تسيبه في عربية الشغل. هما زمايلي كانوا بيشيلوه مني، بس كان بيرجع يعيط وكنت بشيله تاني بس. وفجأة لقيتي صورتك في كل مكان. اتخضيت قوي. يعني في واحد صورك ونزل الصورة وكتب تعليق ضايقك؟ تعليق ضايقني التعليق.
لانه قال لك هي مهنه الصحافه او التلفزيون مهنه من لا مهنه له. صحيح. انا اولا انا اللي قال لي على موضوع الصوره دي الاستاذ جابر القرموطي. انا كنت خلاص بعد ما خلصت شغلي برضو خدت ابني على ايدي ورحت عشان اودي لشرايط المدينه عشان نعمل المونتاج، فلقيته هو اللي بينادي لي وبيفرجني على الصوره، قال لي ايه رايك في الصوره دي. انا اتفاجئت، بس ما كنتش لسه واخده الموضوع ان هو خد الحجم ده كله والاهميه دي كلها. قال لي عجباني الصوره يا لميا، فشكرته يعني ان هو عجباه الصوره، يعني هو شايف ان انا ماما كويسه وفي نفس الوقت واخده بالي من شغلي كويس قوي. وخلاص بعد دقايق لقيت الدنيا اتقلبت. فانا يعني انا اول ما روحت خدت يوسف بقى وعملت كده، يعني اروح بيك فين؟ يعني انا كنت خايفه. كنت خايفه ليه؟ مش عارفه، يعني انا مش عارفه كنت خايفه ليه، بس حسيت ان في ضجه من لا ضجه. انا ما حصلش حاجه، ابني خلص حضنته فاخدته بس، يعني وما ضايقنيش في شغلي وما ضايقش حد في شغله. لا الناس ولا الكرو ولا اي حاجه، ولا انا متعوده ان انا اخد يوسف معايا في الشغل. ده كان ظرف استثنائي، يعني كان الاحسن ان انا اسيبه في الحضانه، يقفلوا الحضانه عليه او يسيبوه بره الحضانه. ده كان هيبقى الطف للاستاذ محمد اللي هو رفع الصوره. الفضول اخده انه شاف الصوره ما فيهاش مشكله، يمكن التعليق هو اللي كان مزعج شويه. لا هو الاستاذ محمد سعيد محفوظ اتصل بيا، مذيع في سي بي سي، كلمني. اول ما كلمني قال لي انا حزين ان انت صوتك حزين، وقلت له طبعا انا مخضوضه، انا مش حزينه بس انا مخضوضه ومتفاجئه من اللي حصل. فكلمني عن محمد، قال لي محمد ده تلميذه والولد خلوق جدا ومؤدب جدا وما كانش متخيل الابعاد اللي هتحصل على الصوره دي كلها. وهو بس لفت نظره ان في مراسله واقفه في الشارع وشايله طفل على ايديها. ودخل محمد على فكره على الخط معايا. طب هو محمد معانا على التليفون دلوقتي، محمد عبد الناصر الطالب في كليه الاعلام. مساء الخير يا محمد. محمد الو، مساء النور. مساء الخير، اهلا بيك. يعني انت اللي خدت الصوره وشيرتها وكتبت تعليق انه الاعلام مهنه من لا مهنه له. تمام يا استاذ لميس، حصل كده فعلا. طيب يعني ليه عملت كده؟ اولا في البدايه خالص برحب بالاستاذه لميا حمدين، وفي البدايه خالص قبل ما اقول اجاوب على سؤال حضرتك بقول لها انا اسف جدا، لاني انا لما اخذت الصوره لفتني الجانب المهني. طالما انا طالب اعلام واتدربت على يعني ايد ناس من كبار الدكاتره في مجال الاعلام، شفت اللقطه دي شفتها ان هي خاطئه مهنيا. ما ينفعش مثلا، طبعا هي استاذتنا استاذه لمياء، انا استاذه لمياء انا مجرد طالب، بس انا لاحظت كده فقلت شفت ان دي لقطه خاطئه وصورتها ورفعتها وكتبت الاعلام مهنه لا مهنه لها، وده خاطئ جدا مني، يعني ده لفظ خاطئ جدا وناتج عن تسرع وناتج عن ان انا لسه برضه محتاج حاجه لقدام. فعشان كده انا اعتذرت لها، وقلت لها في مكالمه صوتيه وكلمت الدكتور محمد سعيد مذيع سي بي سي. طيب يعني اعتقد هي لم تحبي تقولي له حاجه؟ لا انا خلاص قبلت الاعتذار وخلاص. سامح كريم. استاذه لميس، انا كان عندي بس نقطه مهمه جدا ادافع بيها عن نفسي عشان انا اخذت ضعف ما اخذته. انت الناس هجمتك انت بشكل طبعا شرس يعني بعد كده. انا عايز بالذات الستات يا محمد، لانه يعني عارف لان هم بيدافعوا عن امراه قامت بدورها وقامت يعني شايله ابنها يعني. اتفضل. اتفضل. ايوه انا سامعاك، الخط بيقطع. اتفضل يا محمد. انا اللي عايز اقوله اولا ان الصوره دي ليها اكثر من بعد. يعني بدل ما الناس كانت تركز فيا وتركز حتى في الاستاذه لمياء، طب تخليها تفكر ايه 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 قضيه السيده العامله او المراه العامله. هو ده البعد الاساسي. وازاي مثلا نتكلم عن دور يعني فين دور المؤسسات ان هي تحافظ على الام العامله وايضا طفلها، وايضا فين دور ايضا ازاي هنحافظ على الطفل؟ هل الطفل اللي بتصطحبه الام تصطحبه للعمل مش في مشقه عليه؟ مش في ضرر عليه كمان؟ لا دي نقطه وبعد. انا كنت هو دي اللقطه الصحفيه الصح بقى يا محمد، يعني انت بقى وبما انك طالب انا عايز اوصلها. هي دي هي، يعني انا تخيلت وانت بتنشر الصوره دي انك بتقول
انه ان المراه العامله المشقه اللي هي بتتعرض لها، وان المجتمع اللي لازم يراعي هذه المراه ويساعدها، هي دي اللقطه الصحفيه. هو ده. واضافه لكده يا استاذه لميس، انا اتكلمت من مفهومي انا بس كمجرد طالب بسيط في الاعلام، لكن الناس التانية الكبيره المفروض هي بقى اللي تنظر للنظره دي وتعالجها وتعمل تحقيق. انا اديت فكره ممكن تبني عليها تحقيق صح. وهو ده موضوعنا النهارده الحقيقه، المراه العامله اللي بتتعرض له. أيوة. لميا هي مدخل لقصتنا النهارده، المراه المصريه العامله اللي بتتعرض لمشاكل كتيره جدا، واللي بتضطر انها توائم بين كل حاجه، بين انها تشيل اللي ابنها على كتفها لانه ميعاد الحضانه، وانها لازم تنزل تعمل فوكس بوبس او تنزل تعمل انترفيو. صحيح. هو ده. صحيح يا استاذ، صحيح، هو ده فعلا، هو ده المقصد من الصوره كلها. ولا انا ما اعرفش الاستاذه لمياء بشكل شخصي، ولا اقصد ان انا حتى ان انا اضايقها بالتصرف بتاعي. هي قالت ان انا حصل لي مشاكل كتيره بسبب الصوره ديت واتضايقت، ولكن انا اعتذرت لها وهي قبلت اعتذاري، وبعتذر لها تاني على الهواء. والاعتذار دي مش حاجه بتقلل، ده شيء بالعكس، دي ثقافه انا بفتخر بيها. يعني انا مش زعلان ان انا بعتذر لها بالظبط، انا اسف لاي حد لو انا الصوره دي تسببت بمشكله. انا بس صاحب فكره معينه وصاحب رساله معينه كنت حابب اوصلها بالصوره دي، وده كل. لمي عايزه تردي عليه؟ لا انا مش عاوزه ارد عليه في حاجه، بس يعني انا بس يعني تساؤل صغير قوي يا محمد. انا مش يعني مش عايزه اضايقك، انما كنت عاوزه اسال. هو لفت نظره انه انا شايله ابني على ايدي، وانتقدني من اول وهله كده، انتقدني. هو ما تخيلش ان انا شايلاه عشان مضطره، هو تخيل ان انا شايلاه عشان رفاهيه مثلا، بفسحه مثلا. يعني بص حاجه يا استاذ، انا ليه بس سوء نيه في الاول؟ ده اللي انا استغربته في الاول بس. تمام. عارف يا طب اتفضل يا محمد. طيب بص يا استاذه لمياء، اولا ده انا وقفت جنب حضرتك اثناء ما انت بتعملي الفوكس يعني بتعملي التقرير بتاعك، فانا انا ما استنتجتش ان هو ممكن يكون مريض، لان انا حطيت يوسف ما كانش مريض. هو مش عيان يا محمد. ما كانش مريض، هو كان ما كانش عيان. لا هو ما كانش مريض، هو كان في الحضانه والحضانه معاه انتهى. طيب هو انا قلت برضو، انا برضو قلت ان ممكن ان يكون مع حد مع الزملاء بس اي اثناء العمل. يعني انا طيب شايف اللقطة. انت لو كنت يا محمد، انا يعني انا مش عايزه اهاجم بس محمد. لا ابدا زمايلي، انا مش زمايلي بس انا بجاوب على سؤال حضرتك. زمايلي اخذوه مني، بس هو عشان زي ما انت شايف سنه وثمان شهور كان بيعيط، ويبقى عايز مامته تشيله يعني كل صحيح. شويه حد، هم نفسهم زمايلي كانوا حاسين ان هو تقيل على ايدي وشايلاه بايد واحده، فبتعب فبيشيلوه مني شويه وبعدين اخده شويه. طيب انا اللي عايز اقول حاجه، انا اتعلمت وتربيت ان مهنه الاعلام دي لازم انك انت تتعود على اصعب الظروف، اصعب الظروف واصعب المواقف هتحصل لك، يعني ممكن ما تتخيلش ايه اللي يحصل معاك. والتقرير اللي اي حد بيعمله هو بياخد دقيقتين او ثلاث دقائق، فانا قلت حتى على الاقل كان ممكن يبقى مع حد من الزملاء، بس انت قلت ان هو مسك فيكي، وده شيء يعني ده شيء انساني انا بلتمسه. يعني مستحيل الام تسيب ابنها او تقدر تسيبه مع حد وهو بيعيط. فدي انا اتسرعت ونشرت الصوره عشان على كده انا جيت قلت لحضرتك انا اسف، انا فعلا ما جاش في بالي التفكير ده، ما جاش في بالي الطريقه دي. فهو ده هي دي الرساله اللي انا شفتها غلط واعتذرت عليها. ولا انا فعلا انا بالعكس انا بحييكي، وانا لسه بقول لاصحاب زمايلي بقول يعني ان الموقف دوت الصوره لوحدها بتحكي الموقف اللي حصل. طبعا والصوره لوحدها صوره صحفيه ذكيه جدا، لازم اقول لك انها صوره صحفيه ذكيه جدا. ولازم بقى انت كرجل، بقى بكلمك كرجل مصري، يوم ما تتجوز تخلي ومراتك تنزل تشتغل تساعدها وتقف جنبها، مش تنتقدها يا محمد، مش كده ولا ايه؟ لا 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 طبعا طبعا، لا ده هو ده هو ده الاهم، ان انت كرجل يعني. انا ما انتقدتش المراه خالص يا استاذه لميس. انا عايز اقول لك حاجه، ان المراه لا تحتاج اصلا لحد يقدسها، كفايه ان كل الاديان السماويه وكل العالم يقدس المراه. مين ما يقدسش المراه؟ اي حد ما يقدسش المراه ده عنده مرض. كلنا يعني مين ما عندوش ام واخت وزوجه وبنت؟ فاللي يقول ان انا ما بقدسش المراه ده واحد ما يعرفنيش شخصيا. يعني تساعد مراتك بقى وتشيل العيل من ايدها لما تكون نازله رايحه الشغل يا محمد، ان شاء الله. شكرا يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لكم ان يعني صوره لميا وهي بتشيل الطفل على ايدها دي صوره على فكره شهيره دوليه، في صور دوليه اخرى شهيره. يعني خلونا نشوف مثلا صوره نائبه البرلمان الايطاليه المشهوره جدا اللي كانت بتشيل ابنها من هو بيبي. يعني الصوره دي في عدد اخر من الصور بنتها من وهي بيبي، ادي الصوره من اول ما البيبي مولوده، وهي كل سنه كانت بتاخدها
البرلمان معاها لانها وقت الفوتنج وقت التصويت. ولما سئلت هذه النائبه ليه بتاخد بنتها قالت لهم يا جماعه والله ما فيش مكان اقدر اسيب فيه بنتي، وانا بدافع عن حقوق المراه وعن قرارات كتيره وكان لازم اكون موجوده وقت التصويت. هل النائبه الايطاليه في البرلمان سابت بنتها؟ ما سابتش بنتها، وعلى فكره جوزها ايضا موجود في البرلمان، فبالتالي البرلمانيه الايطاليه دي صوره مشهوره جدا منشوره يمكن 2012 من 2010 2012 وهي بتنشر. في ايضا صور لبرضو يعني عدد كبير من السياسيات، في سواء المحاميه التركيه اللي عملت وقفه احتجاجيه، يعني في عدد من نائبه في البرلمان في بروكسل مشهوره جدا التقطت لها صوره ايضا وهي في البرلمان. في عدد من السياسيات بياخدوا بيعملوا مواقف مهمه جدا و معاهم أولادهم شايلين ولادهم. الفقرة دي مش بس عن لميا والصورة، الفقرة دي عن فكرة المرأة العاملة وصعوبتها. لميا احكي لي انت مين، يعني احكي لي بقى قصتك، ازاي بقيتي مراسلة، ايه القصة بالظبط؟ ولا حاجة، انا قعدت بعد ما اتخرجت، انا مش خريجة اعلام، انا حاسبات ومعلومات، بس قعدت فتره كبيره، قعدت 4 سنين اخد في كورسات عشان نفسي ابقى مراسله شاطره، واتدربت في قناه المحور وفي الحياه واستقريت على اون تي في. يعني رحت اللي ما دخلكيش، بس كنت بتحبي اعلام كده ما دخلتيش ليه من الاول؟ عشان انا في المنصوره ما فيش كليه اعلام في المنصوره. وكنت وخلاص استقريت على اون تي في، اتعلمت فيها كل حاجه وخلاص واستقريت على اون تي في. وبعدين بقى كنت بتروحي وترجعي من المنصوره كل يوم ولا ايه؟ في اول الشغل كنت بروح وارجع كل يوم، بعد كده الموضوع بقى مجهد قوي عليا، فاضطريت اقعد هنا في سكن طلبه. وبعدين كنت المفروض كل اسبوع لازم اروح ارجع اشوف ماما، او ماما هي اللي تجيلي، فما كنتش قادره، نفسي يوم الاجازه ارتاح. فقررت ان انا اخد حاجه شقه هنا، وماما بقى اللي تجيلي تقعد معايا بقى وقت ما تحب، يعني تقعد معايا 3 أيام 4 أيام، لان سكن الطلبه مش مسموح ان هي تبات معايا مثلا. فكانت بتيجي بقى في اي وقت تقعد معايا زي ما تحب. واتجوزتي بقى هنا في القاهره وخلفتي يوسف، وجوزك بيشتغل معاكي في نفس المجال ولا ايه؟ جوزي مخرج القاهره. مخرج صح. طب يعني جوزك موجود دلوقتي لسه في القاهره ولا دلوقتي سافر؟ لا هو دلوقتي بقاله شهرين بس في ابو ظبي بيعمل فيلم للشيخ زايد، وهيرجع بعد اسبوع، وده اللي خلاني في الموقف اللي حصل ده. كان ممكن رامي هو اللي ياخد يوسف ويقعد مع يوسف، لكن انا لوحدي دلوقتي. مامتك بقى بتروح وتجيلك مثلا؟ ماما فدائيه، ماما طول الوقت معايا، بتقعد معايا تقريبا 3 ايام، بتجيلي خميس وجمعه وسبت تمشي. وسمعت انها خدت اجازه في فتره لما اول ما ولدت يوسف، هي جت خدت اجازه سنه وقعدت معايا. طب وده برضو فكرة الأم اللي هي بتاخد أجازة من شغلها. هي مامتك بتشتغل إيه؟ مدرسة لغة عربية. برافو، يعني سابت شغلها أو خدت أجازة من شغلها عشان تقعد جنب بنتها. صحيح. لا أنا ماما دي بالذات أنا مغرورة بيها، يعني شايفة أنا مفيش أم في الدنيا زي أمي. عملت كل حاجة. عملت كل حاجة عشاني وعلشان تقف جنبي وتساعدني في كل حاجة. لان اعتقد انت باباكي متوفي من وانت صغيره، مش كده يا لميا؟ 8 شهور. 8 شهور، فبالتالي هي مامتك دي يعني ام واب وربتك وكل حاجه. انا كل حياتها. انا كل حياه ماما، فهي وهبه حياتها. فهي نموذج برضو المراه عامله بكل صعوبات المراه العامله، وبنتها بقى راحت المنصوره راحت القاهره من المنصوره فجريت ورا بنتها. لا بس على فكره انا خدت وقت كبير مع ماما عشان اقنعها ان انا اشتغل في الاعلام اساسا. ماما كانت رافضه ان انا اسافر، ده سفر بقى من المنصوره للقاهره. كانت رافضه جدا. حاسه ان المراه العامله في مصر بتواجه صعوبات كتيره، انت سواء في شغلتك، كلنا يعني، حاسه ان المراه العامله ست وام وزوجه ولازم تعمل كل الحاجات وتطبخ وتاخد بالها من البيت والبيبي، حاسه ان مجتمع ما بيراعيش كل ده؟ طبعا احنا في مجتمع ذكوري، حتى الحقوق اللي احنا كستات واخدينها احنا واخدينها، بس يعني مثلا الست اللي بتبقى عايزه تعمل قضيه خلع وبنشوفها تعملها وتنجح القضيه بتاعتها، هتلاقيكي انت قاعده تقولي الست دي خلعت جوزها. يعني واخده حقها، بس في ناس بتنتقدها من ناحيه تانية، وتلاقيها ستات زيها على فكره. يعني لا مش كل الحقوق احنا واخدينها. انا كمراسله، وحضرتك قلتي لي من شويه انك كنت مراسله سنين طويله قوي، احنا بنقابل حاجات كتيره قوي.
كتيرة قوي، صعوبات كتيرة، وبنقابل مواقف وناس فضوليين وناس تضايقك وناس تبقى واقفة معاكي، لا بنقابل حاجات كتيرة قوي مش كويسة. عشان كده انا استغربت الناس بتقول ان انا باخد ابني في شغلي. اذا كان انا نفسي بقابل صعوبات في شغلي، هاخد ابني عشان اذيه؟ لا، ده بالاضافة لانه يعني بيبقى عندك وضع وبيبقى عندك ظرف معين ان ده ميعاد خروج ابنك، ما عندكيش حل تاني، ما فيش دادة في البيت، ما عنديش معيش امكانيات ان انا اجيب مثلا دادة في البيت، في يعني في ظروف، في ظروف يعني في لا يعني هو مش موضوع ان انا اجيب دادة في البيت، هو انا خايفة اجيب دادة في كمان البيت بعد اللي شفناه في طبعا. يعني لا، ما اقدرش ان انا اسيب ابني في السن ده مع حد. صحيح. طب انا معايا اتصالات هاتفيه كثيره جدا. طبعا القداس غالبا القداس يعني ده في اللحظات الاخيره من القداس، لكن احنا المشهد ده معانا البابا بيبارك الحضور من المهنئين بقداس عيد القيامه. طيب معايا اتصالات هاتفيه كثيره جدا. ام وليد، مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، اهلا بيك. حاجه ام وليد، انت بتشتغلي ايه؟ بشتغل سواق التاكسي بقالي 35 سنة. 35 سنة سواق التاكسي، الله أكبر. والله من 79. وبتعملي إيه في الولاية؟ يعني حياتك صعبة يا أم وليد ولا إيه؟ حبيبتي أنا بنتي الكبير، بنتي عندها 30 سنة، 32 سنة دلوقتي. ما شاء الله. كانت بيبي لسه والببرونة في بقها، كنت بحطها على الكرسي اللي جنبي وبشتغل. برضه زي لميا كده. أنا بنتقد الأستاذ اللي كان بينتقد الأستاذة دلوقتي. أيوه. فيها ايه لما بتشيله وبتشتغل بيه؟ انا كنت بشيل حط بنتي جنبي على الكرسي وكنت بشتغل لحد ما كبرت، بقيت اسيبها مع والدتي واشتغل برضه، وربنا رزقني بعديها في سمير كنت برضه بحطه جنبي على الكرسي واشتغل برضه. مشكله لازم لازم يبقى عيالي معايا اطمن عليه. ما هتسيبيه؟ شغل المرأة مش عيب طبعا، ده بالعكس، شغل المرأة ده هو ده درعها وهو ده شرفها، والحمد لله كلهم كبروا دلوقتي. انا بشكرك يا ام وليد، لكن يعني ما كانش بيضايقك ولادك جنبك على الكرسي؟ كنتش خايفه من خايفه عليهم مثلا وانت سايقه لحسن يحصل حاجه لا قدر الله، حادثه كده؟ حبيبتي الببرونه معايا وبنطلون ابني جنبي وغياره معايا والببرونه معايا وميته معايا واكله معايا وكل حاجته معايا، اركن على جنب وارضعه واكله على جنب. سلام يا سلام. امال ايه، انا ام مثاليه بقالي 35 سنه، المفروض انا كانت الدوله كرمتني. انت ام مثاليه ام وليد، وبنقول لك على الهوا ان انت ام مثاليه وبرافو عليكي وبحييكي انت واولادك. شكرا ام وليد. معايا ايضا سهير، اتفضلي يا استاذه سهير. الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ انت بتشتغلي ايه بقى؟ قولي لي. انا بشتغل حلاق رجالي. حلاق رجالي؟ ده جديده دي؟ لا ده انا بقالي 44 سنة. 44 سنة بتحلقي للرجالة؟ ده انا صورت في تقريبا في كل القنوات يعني. طب والله هايل. طب قولي لي بقى الشغل وصعوبات الشغل والولاد والكلام ده كله ايه؟ لا انا عندي بنت وكبرت دلوقتي، انا عندي حفيدة اهو. ايوه اتفضلي. بنت؟ انا امي هي اللي ربت لي بنتي يعني مش انا. بس لما كنت يعني كان الوضع كان صعب في البدايه مثلا انك تضطري تنزلي الشغل في مواعيد معينه والولاد والمدرسه؟ لا مفيش ولاد، انا كنت بشتغل وانا عندي 14 سنه. حاسه ان المراه العامله الام العامله دي بتتعرض لمشاكل كتيره قوي يا مدام سهير؟ لا هو بصي حضرتك، اي حد في شغله جد ما حدش بيستجرأ عكسه يعني، يعني شيء طبيعي يعني تقف في وسط رجاله، طب ما كل الناس بتقف في وسط رجاله. الرجاله ما بيتضايقوش لما يلاقوا واحده ست بتحلق لهم؟ لا الرجاله قولي يعني مراته بتتضايق ولا لا؟ لا يعني كان بتحلقي دقن وشعر وكل حاجه؟ حضرتك بعمل كل حاجه طبعا. طب والله برافو عليكي. ايوه بشكرك مدام استاذه سهير. الاستاذ اسلام التمساح، مساء الخير. صح، زميل الصحفي، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل اتفضل. بارك ايه؟ اتفضل. الحمد لله. اتفضل. كل سنه واخواتنا الاخبار مصر. وانت طيب. وانا حابب بس استاذه لمياء، انا اشتغلت فتره سنه ونص في وكاله انباء اونا تابعة لمجموعه قنوات اون تي في، وكان لي شهادة حق، انا اتصلت بالاساتذه عندك وكان في حاجه لازم اقولها للاستاذه لمياء. سنه ونص كانت توصل القناه الساعه 7 صباحا. 7 صباحا؟ اه 7 صباحا بتبدا شغلها زي اجدع راجل موجود في مصر.
انا مش عارف الجائزه الاعلاميه شخصيا شخصيا فاكراني ولا لا. انا كنت محرر في وكاله اونا وكنت دايما بكون الصبح شفت واحد كانت بيجي كانت بتقعد على جهاز الكمبيوتر تطلع الشغل بتاعها وتصبح علينا كلنا وتاخد بعضها وتمشي. هي ال- 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 الست الشاطره شاطره من الاول وبتبقى يعني بيبقى واضح عليها. واللي حصل ده اقل يعني اللي حصل ده يعني سبحان الله ممكن يكون يظهر ان عندنا عدد كبير جدا من سيدات مصر مش متفقين كويس. لا هم بيأثروا وموجودين واحنا بنشكرهم وبنقدم لهم كل الكلام الجميل اللي موجود في الدنيا. مهم تدعموا زوجاتكم بس والنبي يا اسلام الله يخليك. يعني عايزه بس كل الرجاله اللي يكلموني كده احس ان هو ايه مش كلام ان هم كمان يعني في يوم تضطر تقعد في البيت انت وتشيل البيبي كده يعني. يعني الفكره أنا انك أنا تساعد. انا هعمل كده. انا جوزي أيوة. كان بيعمل كده معي. ايوه جوزي بتقول لميا ايه جوزها كان بيعمل أنا كده. انا جوزي كان شغله بيبتدي من 6 بالليل لواحده فانا كنت بروح الشغل الصبح هو بياخد باله من يوسف ولما برجع انا باخد بالي من يوسف وهو يروح شغله بالليل. قال شكرا يا اسلام. ومعايا زميلتي الاعلاميه الجميله منى سلمان. مساء الخير يا منى. اهلا ميس ازيك. اهلا بيكي. وانا قريت اللي انت كاتباه على الفيسبوك وبتقول ان يعني احنا كلنا تعرضنا لهذه المشاكل. منى ذكرياتك ايه مع بين الامومه والعمل وانت طبعا يعني كنت في عدد من القنوات المهمه طوال سنوات طويله. انا بنتهز الفرصه الاول عشان اقول طبعا لكل مشاهديكي كلكم طيبين وانت كل سنه وانت طيبه. الله يخليك. بمناسبه عيد القيامه بمناسبه اعياد الربيع مع ان الربيع طبعا ادانا مقلب السنه خريف ادانا مقلب جامد صحيح. وطبعا بحيي لمياء. انا سمعت انها موجوده معاكي. ايوه اهلا يا لمياء وبحييكي. وطبعا الحقيقه قصه لمياء دي فرصه مناسبه ان احنا نلقي الضوء على قضايا خاصه بينا كلنا. صحيح. العائلات والمجتمع ازاي بيقولبنا وشايفنا ازاي. ايوه المجتمع شايف ان هو عليه ان هو يحترق في دور من دورين. لو انت ست عامله وناجحه فعليكي بالضروره انك تكوني زوجه وام فاشله او العكس. يعني صح. هو شايف مثلا لميس الحديدي اعلاميه وصحفيه كبيره فبالتالي مش قادر يشوفها انها هي كمان ليها ادوار ثانيه في الحياه. ايوه انها زوجه وام وربة منزل وانها ممكن تقف في المطبخ تعمل اكله لاولادها وانها ممكن تاخد اولادها توديهم التمرين في النادي. صح. كل الادوار اللي بتقوم بيها كل الامهات في مصر بكل الاشكال. فهو بيحطك في تحدي دايما. اذا نجحتي في شغلك لازم تدفعي الثمن ده في بيتك. واذا نجحتي في شغلك اولا بيتحداكي انك تنجحي رغم انك ست. تثبتي انك ناجحه رغم انك ست. واذا نجحتي في بيتك يبقى لازم في حياتك العامه يبقى لازم تكوني فاشله في حياتك الشخصيه. فدايما بيحطنا في هذه الاختيارات الصعبه دون شفقه او رحمه ويخليكي في تحدي اكبر من كل الرجاله. صحيح صحيح. تبذلي مجهود مضاعف. يمكن مضاعف عن كل رجل علشان تثبتي انا كويسه انا اقدر اكون انا كويسه رغم اني ست. ايوه وكانها عقده نقص. منى انت ليكي ذكريات يعني انت ليكي ذكريات من هذا التحدي النسوي اللي احنا بنتعرض له. حقيقي طبعا اكيد زي اي سيده عامله وبالذات لما تكون بتعمل في مهنه قاسيه وشاقه زي مهنه الاعلام. يمكن طبعا الحقيقه حظي الجيد ان انا اسرتي كانت مسانده والدتي ربنا يديها الصحه والعافيه زوجي متفهم ومساند. لكن الحقيقه فعلا بنتي الصغيره بنتي الاولانيه الكبيره مريت بيها في التجارب دي وكتير ما اخذتها في الاستديوهات معايا في اوقات ما كنتش بلاقي حد يقعد بيها لو ما قدرتش اوديها لوالدتي وكان والدي جوزي مسافر. كانت بتيجي معايا حتى لما سافرت بره مصر مرات او ادور على مين هيقعد بيها وكتير كانت بتيجي معايا الاستديوهات والاوردرات. انا عارف ان التجربه اللي مرت بيها لميا وبيمر بيها كتير عارفه انها ما هياش ايمج جيده للمحطه ولا ليها. لكن في النهايه هي مش ايمج جيده للمجتمع كله اللي صح. بيضطرنا لهذه الخيارات الصعبه واللي بيخلي المراه العامله بتتحمل ده لوحدها وبتبقى عزلاء كده قدام المجتمع عليها انها تؤدي واجبات امومتها وتؤدي واجبات شغلها. صحيح. ويمكن المسكوت عنه الحقيقه في قضيه لميا وحابه ان انا اشير اليه فضل. هو اوضاع العاملين وذات صغار العاملين في مجال الاعلام ظل غياب النقابه. يعني لميا رغم انها بتنتمي لمؤسسه اعلاميه محترمه وهي الام تي في لكنها بتسلط الضوء برضه على اوضاع الزملاء. هي ليس لديها لا رصيد من اجهزات اعتياديه ولا من اجهزات مرضيه ولا اي نقابه ممكن تساندها او تقف معاها اذا المؤسسه بتاعتها قررت انها تقول لها بكره ما تجيش. او ان انت ابنك تقول لهم انا ابني عيان مثلا فتقول لهم خلاص اقعدي جنبه ما تجيش خالص. وارد. فالمجتمع بيضعها هنا في تحدي من ناحيتين. هو ده ما حصلش. عزلاء اولا لكونها امراه وعزلاء ثانيا لانها بتعمل في مهنه بلا اي غطاء حقيقي من نقابه او من قوانين عمل منصفه تقدر تقف معاها لو
المؤسسه اللي بتعمل فيها قررت الغدر بيها زي ما بيحصل مع زملائك. صحيح. بس لمي عايزه تردي اتفضلي. هو انا ولا مره قلت انه يوسف تعبان او يوسف محتاجني النهارده وحد قال لي لا في اداره القناه بصراحه. مدير كان يقول لي كلنا عندنا عيال. مدير المراسلين محمد الحداد كنت اقول له يوسف تعبان النهارده يا حداد انا متاسفه مش هقدر اجي. يقول لي ما تتاسفيش كلنا عندنا عيال. طبعا. شكرا بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا منى سلمان اللي بتفكرنا طبعا بتجارب قديمة كتيرة. يعني فعلا المرأة بتتعرض لمشكلات والمجتمع لا يساند هذه المرأة. المجتمع شايف ان انت يعني طب ما لو انت مش لاقية مكان لابنك ما تشتغليش. هو اول حاجة يقولك ايه ما تشتغليش. دي كانت كومنت من ضمن الكومنتات. اقعدي في بيتك احسن. اقعدي في بيتك خلي بالك من عيالك وتقعدي في بيتك. وكأن الشغل ده رفاهية وكان الشغل ده حاجه زياده. ساعات كتير كان يقول يعني فعلا لما قريتي الكومنتات دي حسيتي بايه؟ انا اتخنقت. انا خفت من كل الكلام ده. وفي كلام قد كده دي ام مثاليه دي 6 مليون راجل. وفي ناس تقول لا تقعد في البيت احسن دي مش مهنيه. انا ما اقولش ان انا مهنيه ان انا اخدت ابني بس ده كان ظرف يعني وان شاء الله ما يتكررش تاني. وما قلتش يعني وما كنتش مستهترة بشغلي. بالعكس انا خدت ابني ورحت اكمل شغلي علشان ما كنتش مقصرة في شغلي. ولا انا الام المثالية اللي ما حصلتش لمليون راجل. يعني انا مش حاسة ان انا لا ده ولا ده. انا واحدة طبيعية جدا بنزل شغلي مش عايزة اقصر فيه ومش عايزة اقصر كمان من ناحية ابني. جولنار من اسيوط اتفضلي يا جولنار. جولنار مساء الخير. مساء النور اهلا بيك اتفضلي. استاذه لميس كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وكل المصريين بخير. ومدام لمياء طيبه. انا بس كنت عايزه ابلغها ان البوست ده نزل عندي على الصفحه بتاعتي. واحنا كتبنا عندما تصبح الانثى بألف راجل. يا سلام. وكل انا دكتوره وكل الاطباء زمايلي علقوا تعليقات رائعه. لان احنا نعلم تماما انا من اسيوط على فكره. احنا نعلم تماما قد ايه هي الانثى لما بتبقى اصلها. انا كلنا انا مريت بهذه الظروف وانا طبيبه. وكنت بضطر اروح اجيب بنتي من الحضانه في وقت علشان ارجع بيها على المستشفى عشان اكمل النبطش. ومش لاقي حته اوديها فيها. وده طبعا دي على فكره ده ضغوط لا يتعرض لها الرجل على الاطلاق. يعني هو كتبنا التعليق انا عايزاها تفرح مش تبقى زعلانه من تعليقات الناس. تفرح لان مكتوب عندما تصبح الانثى بألف راجل. ده التعليق ده انا كاتباه على الفيسبوك. شكرا يا جولنار. زي رقبه الزرافه. مين معانا معلش؟ جنات عبد العليم مسؤوله مبادره شفت تعارف. جنات اخبارك ايه وحشاني بقالي كتير ما سمعتش صوتك. انت كمان وحشاني يا مدام لميس. مساء الفل. ازيك مساء النور. كل سنة طيبة. وانت بصحة وسلامة. قولي لي بقى يعني قضية لمية مش بس الصورة. قضية لمية هي فكرة المرأة واللي بتتعرض له في المجتمع اللي هو يا اما يقول لك اقعدي في البيت يا اما ما بيساعدهاش انها تشتغل وكأن الشغل ده رفاهية. رأيك يا جنات؟ لا هو انا معترضة على وصف لمية بانها الانثى اللي بألف راجل او بنت الجدعة بمية راجل. هي لمية اوهن ان هي شايفة نفسها لا ده ما كانش مهنية. لا ده كان مهنية زيادة. شافت شغلها نزلت جابت ابنها في معاده. هي ست بمية ست جدعة ومليون ست جدعة ومراسلة بمليون مراسلة جدعة. بما انها كانت بتشتغل على استطلاع رأي كان ممكن تكتفي بالقدر اللي خدته قبل ميعاد الحضانه وخلاص. هو ده اللي قابلته في الشارع او اللي وقفه يسجل. لكن هي قررت تكمل استطلاعها وقرر وكأم راحت جابت ابنها. اللي شاف الموضوع بعين الاعلام مهنه لا مهنه له. هي هتبقى مهنه لا مهنه له لما تقبلك انت تدخل المهنه دي وانت هي دي كل رؤيتك للزاويه. انت لازم تفتح عينك بكدر اوسع علشان تبقى تستاهل انك تدخل المهنه دي لو انت عايز تنعت نفسك بمشروع اعلامي فعلا. صحيح. الموضوع له اكتر من رؤيه وله اكتر من بعد بزاويته. فلميا كانت مهنيه جدا انها تكمل استطلاعها. كانت ام رائعه جدا. هو ليه لما جبنا الصوره اللي حضرتك عرضتيها يا مدام لميس او البرلمانيه اللي شايله ابنها ليه كلنا شيرناها؟ انا عارفه وقلنا انها حلوه وجميله. مش قادره افهم انها رائعه. يعني غالبا احنا بنحب نتفرج على الناس بره مش الناس جوه.
ايوه ليه اول ما الصوره بقت من جوه مصر وقلنا دي وحشه دي لا ولا خلي بالك من الصوره يعني لا نرجع للصوره الثانيه الاولانيه كل اللي حواليها كل لها صوره كمان كذا صوره برلمانيه كل اللي حواليها متعاملين بالموقف مع الموقف عادي جدا بدون حتى ابتسامه وروني يا جماعه بقيه الصور جداً. وخلينا واضحين في الجزئيه دي يعني المراسلين بتوع حضرتك او المراسلين بتوع اون او لميا ما بيظهروش في الكادر يعني انا لما التقرير هيتعرض مش هشوف لميا وابنها على دراعها صح. ولو شفت لميا وابنها على دراعها هقول لها شابوه هايل جدا ان انت جه يعني ولو تفتكري اخر مره كنت عند حضرتك بتقولي لي غايبه عنك بقالنا كتير لظروف الولاده انا عندي حياه في سن يوسف في يوم من الايام كان عندي عرض التقرير عن صوره المراه للدراما وكنت مضطره اخد بنتي معايا لانه يوم اجازه للحضانه سايباها تحت وقاعده على المنصه فوق بعرض واعتذرت من دكتوره عزه ونزلت اشوف بنتي بتعيط ليه ورجعت تاني ده لا يقلل مني ولا من شغلي ولا مديرتي في الشغل شافتني مقصره في شغلي ليه الناس بتشوف اللي هي عايزه تشوفه برؤيه تقلل من المراه العامله وتقلل من جهدها رغم انه هي مضغوطه عليها فوق الوصف. طيب لميا شابوه بجد انت كنت مهنيه فوق الوصف انت ست بألف ست جدعه مش بألف راجل. شكرا يا جنات وعايزين نتقابل قريب عشان نتكلم على التحرش عشان يعني في قضايا كثيره تخص التحرش. بشكرك جنات عبد العليم مبادره شفت تحرش. انا عارفه انا معايا اتصالات هاتفيه كثيره هحاول اخد منها اخدها سريعا يا جماعه نحضرهم سريعا بس بالذات الناس المواطنين العاديين. طيب معايا ايضا زميلنا دكتور محمد سعيد محفوظ اتفضل يا دكتور مساء الخير. مساء النور يا استاذ لمي. اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك اتفضل. اهلا وسهلا. أنا الحقيقة أولاً يعني عايز أقدم التحية للمياء وإحنا دردشنا من يومين في التليفون ولمياء أديتني مقلب كانت جاية لي وعدتني إن هي تجيلي تزورني وما جاتش إمبارح. لكن على كل حال أنا عايز بس أقول ملاحظة مهمة جداً. أولاً محمد عبد الناصر اللي أطلق على نفسه لقب مشروع إعلامي على الفيسبوك هو أحد طلابي. هو اتصل الحقيقه وقال الكلام ده في محمد من اكفأ الطلاب من اكفأ الطلاب ومن اكثرهم احتراما وخلقا وهو اديب وبالمناسبه هو بينهي روايته يعني بيكتب روايه وسنه يمكن 18 سنه بيعمل روايه دلوقتي وانا وعدته انه اساعده في نشرها خلال هذا العام فانا الحقيقه مستاء جدا من الاساءات اللي هو تعرض لها. الصوره لافته الصوره لمياء وحضرتك عارفين وكلنا عارفين ان الصوره جميله ولافته ومهمه صحيح. لا يمكن هو لو ما صورهاش يبقى هو مش صحفي لا هي صوره لافته هو التعليق اللي اثار الاستياء أيوة. مش الصوره ايه بقى الايه الخطا هنا الخطا هو المبالغه في تقدير الموقف لا هو لا معلش يا دكتور بقى هختلف هنا معاك مفيش مبالغه هنا التعليق خطا يعني هقول لك بس التعليق خطا ما فيهوش مبالغه ده بالظبط ايه ده بالظبط يعني ايه مهنه تملى مهنه لو يا دكتور انا هقول اهو بكلمك بقى كامرأة يعني ايه يعني ما انا هشرح وجهه نظري فضل. لما يقول الاعلام مهنه من لا مهنه له يبقى ده بالظبط زي ما انا او حضرتك نقول خبر على الشاشه فيتضح انه الخبر مش صحيح فده ليس معناه ان انا مش صحفي او حضرتك مش صحفيه ده معناه ان احنا ارتكبنا خطا لكن ده مش معناه ان احنا نجرد من الصفه الصحفيه هو ده الخطا هنا اللي ارتكبه محمد ان هو بالغ في وصف الفعل ده لا معلش انا معترضه برضو على فكره المبالغه انا اعتقد انها يعني ده شيء يعني هو اعتذر عموما انا مش عايزه اضايقه اكتر من كده التعليق خطا ومهين فيعني معلش ما فيهوش ولا علاقه له خالص بالصوره يعني هي كأم لا مهنه لها ما هو كلام كمان ما فيش منطق فيها دكتور كانه هي كأم من لا مهنه له يعني هي كأم لا مهنه لها ما احنا متفقين اهو ان التعليق مش مناسب بس حضرتك قلت مبالغه المبالغه غير الخطا في فرق كبير بين المبالغه والخطا يا دكتور بعد اذنك لا في مبالغه جدا في مبالغه متطرفه وده يمكن ان نصف بيه هذا التعليق لكن في النهايه كون ان هو ينتقد هذا الوصف من حقه ان هو ينتقد وفي كل الاحوال يعني من حق اي احد ان هو ده مش معناه انه انا موافق او رافض بس معناه ان انا بحترم لا مش من حقه ينتقد امراه شايله ابنها على كتفها يا دكتور ما هو هي عموما هو اعتذر انت ليه بتدخلنا في الحوار مره اخرى عايزين نحجر احنا مش عايزين نحجر لا مش بنحجر هو الولد يعني بالحقيقه ابدا حسن نيه قال انا الموضوع انتهى فارجوك ما ترجعنيش للقصه دي تاني لان انا كام وكامراه لن اقبل ده يعني هدافع عنها مش عشان هدافع عن نفسي انا عايز اقول انه احنا ضد الاساءات اللي وجهت للطرفين
محمد عبد الناصر لم يكن يستحق هذه الإساءات زي ما لمياء بالضبط لا تستحق. يعني هو ما قصدش لكن التعليق كان يستحق، كان هو ما قصدش. التعليق بالفعل كان تعليق يعني جسيم، وانا وقلت له الكلام ده وعملت اتصال هاتفي ما بين لمياء ومحمد وتبادل الحمد لله رب يعني يعني كل واحد فيهم تفاهم وجهة نظر الاخر. شكرا انا دكتور. سعيد بده على كل حال الحمد لله. شكرا دكتور محمد سعيد محفوظ، رغم ان انا مختلفه مع كل ما قاله لكن بشكرك شكرا جزيلا. فريده اتفضلي يا فريده. خير يا استاذه لميس، مساء النور، اهلا بيك اتفضلي. كل سنه ومصر كلها طيبه طبعا بمناسبه عيد القيامه وشم النسيم. انا بحيي الاستاذه لمياء بعد اذنك. احنا كلنا تعرضنا زي ما هي تعرضت كده. انا برضو كنت بشتغل في مصلحه حكوميه، كنت اوقات برضو اتعرض لكده، واخدت ابني مره الشغل ما حدش لا حد عمل شير ولا حاجه عشان ما كانش قايميها في حد يصورنا. لكن انت يا بنتي عشان انت ناجحه وعشان انت مشرفانا واحنا كلنا بنحييكي، واحنا كلنا يعني عايزه اقول لك شابوه ان انت رفعتي راس المراه المصريه. شكرا يا فريده. احمد وده اخر تليفون، اتفضل يا احمد. احمد السلام عليكم. اتفضل يا حضرتك. احمد اتفضل. ايوه كل سنه وانت طيبين عموما. وانت بالصحه والسلامه. ايوه حضرتك، انا بشكر حضرتك يا استاذه لميس. شكرا. على ان انت اديتينا صوره ايجابيه في الايام الجميله دي. اشكرك. صور ايجابيه موجوده كتيره بس احنا نفتح عينينا. اولا احنا بنشكر، اولا بنشكر الطالب محمد على انه ادانا الصوره، انه جاب الصوره، وده الحقيقه لازم نشكره على كده لانه لقط الصوره طبعا. ايوه بالظبط. بنشكر ام يوسف انها جمعت بين الحسنيين. كامراه عامله وام. صح صح. شكرا يا احمد. ومهم ان انتوا تقفوا كرجاله بقى جنب المراه العامله، ما يبقاش بس كلام. شكرا شكرا يا احمد. لميا انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. يعني قصتك قصه كل ست، يمكن عشان كده احنا صممنا ان احنا نستضيفك واستاذنا المحطه يعني الاستاذ البرت شفيق ان انت تكوني ضيفتنا، لانك انت زي كل ست، كل واحده فينا تعرضت لمشكلات، كل واحده فينا كان عليها انها توازن بين عملها وبين حياتها الشخصيه. الحقيقه انه يعني انت كل ست مصريه. ده صحيح. بتحسي ان الشغل يعني بالنسبة لك اساسي زي حياتك؟ انا كان حلمي ان انا اوصل ابقى مراسلة شاطرة وابقى اعلامية كده زيك شاطرة. لا انت ان شاء الله تكوني احسن كتير. فانا ماسكة في حلمي بايدي واسناني، مش هسيبه، بس بوازن كل الحكاية. انا بوازن. وده بيحتاج منك مجهود اكتر، وفي النهاية اليوم بيخلص وانت منهكة. صحيح. قولي لي انا. اليوم بقى وبقى استني بقى تعالي اقول لك بسرعه كده، لسه لما بعد شويه مذاكره، لما هو لسه في الحضانه مش كده؟ عنده كام سنه؟ عنده سنه وثمان شهور. لسه بقى، لسه مذاكره ولسه هنخلص نجري من البيت جري عشان نلحق نذاكر. انا اوريدي من دلوقتي بصحى الساعه 5:30. أيوة. اجهز له شنطته اللي فيها اكله. أيوة. وميته ولبسه وكل حاجه بظبطها، اوديه جري على الحضانه، اجري جري على الزمالك مقر. أيوة. القناه هناك. أيوة. وابتدي اشتغل. هو اليوم عباره عن جري 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 جري، وبعدين كده لما تقعدي تذاكري معاه، وبعدين لازم تروحي مع النادي عشان التمارين، وبعدين لما يطلبوكي في المدرسه عشان تروحي البيرنتس داي، وبعد البيرنتس داي لما تروحي عشان تحضري الحفلات، وبعد كده يجي يوم النشاط المدرسي الكبير ويقول لك مامي انت مش هتيجي؟ تقولي بس انا عندي شغل حبيبي. تقولي انا جايه طبعا هاجي، وكانه بيتحداكي ويفضل يتحداكي طول. او هتشوفي ده انك انت هتضطري تروحي كل انشطه المدرسه حتى لو الامهات التانيين مش موجودين عشان تثبتي ان انت غير مقصره معايا. ربنا يقدرني وابقى احكي لك انا بقى بعدين بقى بقيه الحاجات. ان شاء الله. بس ربنا يقدرك وتبقي ان شاء الله ام. انا عايزه اقول لك على حاجه قبل ما نقفل اللقاء. انا مبسوطه قوي ان الرئاسه اتصلت بيا. كمان صحيح، ده احنا نسينا الموضوع. مبسوطه قوي، يعني انا كنت فاكراها الكاميرا الخفيه. صحيح. حصل ايه بقى؟ ولا حاجة، أنا كنت هستري الضحك. أول ما كلمني مندوب الرئاسة شكرني وقال لي إن الرئيس والمؤسسة كلها مبسوطة قوي من الصورة، وشايفين إن أنا عملت عمل حلو، إن أنا باخد بالي من ابني وباخد بالي من شغلي، ما قصرتش في أي جهة من الجهات، وإن المفروض هيتم تحديد موعد علشان أروح المؤسسة. فأنت طبعا ما صدقتيهوش. ما صدقتوش. النهاردة كلموني تاني الصبح عشان المفروض إن آخر الأسبوع ده هيحصل. فقلت له يعني أنا هشوف الرئيس. قال لي يعني احتمال كبير لا. فقلت له طيب خليه يفكر كده، خليه يفكر يراجع نفسه. بس فكانت مفاجأة بالنسبة لي سعيدة قوي.
يعني انا بشكرك وانت عيدتي علينا وعلى كل المصريين، كانت فقره طيب. جميله الحقيقه. وربنا معاكي ومع يوسف، بوصلنا يوسف كان المفروض يجي معاكي النهارده، هيعمل دوشه معلش كنا تسلينا برضه. شكرا لميا حمزين، مرأة مصرية، وبنحيي كل النساء المصريات بمناسبة بقى لميا حمزين. فاصل، وبعد الفاصل الأعياد في مصر والدكتور وسيم السيسي والأستاذ حلمي النمر. يسوع يا امرأة لما تبكينا ومن تطلبين؟ فظنت هي أنه البستاني، فقالت له يا سيدي إن كنت أنت حملته فقل لي أين تركته وأنا أأخذه. فقال لها يسوع يا مريم، فالتفتت هي وقالت بالعبرانية ربوني الذي تفسيره يا معلم. فقال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، فامضي إلى إخوتي وقولي لهم أني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأعلمت التلاميذ أنها قد رأت الرب وأنه قال لها هذا. وما زال القداس، وما زلنا نتابع قداس عيد القيامة. كل سنة وانتوا طيبين. المصريين الحقيقة بيحتفلوا بأعيادهم مع بعض، يعني أولا عيد القيامة مع عيد شم النسيم، ودي أعياد يعني قديمة. عيد شم النسيم ده عيد قديم جدا، هنعرف تاريخه، لكن تحس ان احنا كلنا بنحتفل مع بعض، الاحتفالات شبه بعض، حتى فكرة العيد، الكحك مثلا، الصيام برضو في تشابه كتير جدا، سواء بين الإسلام والمسيحية أو بين المصريين كلهم وبعض على مر العصور. اسمحوا لي أن أستقبل ضيوفي، نتكلم على يعني الأعياد لدى المصريين. دكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة الكلى والمسالك والباحث في علم المصريات، والكاتب الكبير الأستاذ حلمي النمنم. أهلا بيك وأهلا أهلا بيكم. لكن خلوني أبدأ الأول الأول هيفضل معانا القداس طبعا على الشاشة، جانب من الشاشة. خلوني أبدأ تعليق على الفقرة الماضية. أستاذ حلمي، كان عندك تعليق على أنا شفت الفقرة الماضية، وأنا بأحيي الزميلة المراسلة، وحالها ده حال كثير من المصريات العاملات. والحقيقة أن المجتمع المصري لا يقدم أي تسهيلات للمرأة العاملة. اثنين، المجتمع المصري نمت فيه في الأربعين عاما الأخيرة ثقافة أنا بسميها ثقافة احتقار المرأة والسخرية منها. احتقار المرأة. ثقافة احتقار المرأة والسخرية. ثقافة احتقار المرأة دي اللي بتؤدي أنه يتحرش بها، هو شايف أنه بيعملش أي حاجة، شايف أن ده حقه طبيعي. اثنين، شايف أنه ينتهكها، أنه المجتمع كمان بيدوس على حقوقها الحقيقة. وأنا موقف يعني موقف الزميلة أنا مقدره ومقدر ظروفها، لأن أنا بشتغل صحفي وزوجتي صحفية وكان عندنا طفل وكنا بنتعرض لده. أنا كنت أنزل جري عشان أجيبه من الحضانة، وده كنت متعاون بقى يا أستاذ حلمي. طبعا لا، لأنه ده أصل في نهاية الأمر. الحقيقة المجتمع المصري قاسي قوي، قاسي قاسي جدا، وإنسانيته بتقل يوم بعد يوم، بالذات تجاه المرأة. والحقيقة أنا أتمنى من السفيرة ميرفة تلاو ومجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية أنه يتعمل دراسة عن وضع المرأة المصرية، لأن وضع المرأة المصرية وضع محزن جدا جدا جدا. رغم المشاركة الهائلة ليها،
الإحصائيات بتقول أن 30 مليون أو 34 مليون اللي نزلوا في 30 يونيو كان نسبة من 55% إلى 60% منهم فتيات وسيدات. هي اللي حركت الحركة, هي اللي حركت المعارضة. ونزلت ليه ونزلت عشان إيه وكانت متطلعة على إيه, ده ما درستي لغاية دلوقتي. أنا بتمنى أنه يدرس, لكن أنا بحيي الفقرة, أنا تابعت الفقرة بجدا باهتمام, بحيي حضرتك أنك اهتميت بده, وأنا بحيي الطالب الإعلام لأنه اعتذر, هو أخطأ خطأ جسيم لكنه اعتذر, وفضيلة الاعتذار فضيلة مهمة ينبغي أن ننميها فيه. لكن أنا بتمنى على حضرتك وعلى برنامجك وعلى الدولة المصرية كلها أنه يتم الاهتمام بالمرأة, بالمرأة المصرية, المرأة العاملة, المرأة اللي مش عاملة, لأن فيها مشاكل. أنا بعمل في مؤسسة فيها 2200 موظف وموظفة, أظن أن نسبة قد تصل إلى 90% منهم سيدات وفتيات دار الكتب والوسائل. فده دي مسألة مش قليلة. دكتور وسيم, المرأة في العصور الأولى في التاريخ المصري يعني مكانها كان دايما لائق, ماذا حدث لها؟ هي كان مكانها لائق إلى درجة أنها كانت ملكة وكانت يعني طبيبة في الأسرة الثانية, حتى كان في واحدة اسمها بيساشيت وكانت طبيبة أسنان وكانت موسيقية وكانت كاهنة, لدرجة أن كان في عقود الزواج كان هناك بند على لسان المرأة يقول إذا هجرتك كزوج أرد لك مهرك ونصف ما جمعناه في حياتنا الزوجية. كان إذا الأب مات الذي يقوم بتوزيع الميراث هي الابنة حتى وإن كانت أصغر من إخواتها الذكور. فإلى هذا الحد, وعشان كده هو مفيش حضارة يعني تكبر وتنمو إلا إذا كانت المرأة على قدم المساواة مع الرجل, وده اللي فطنت إليه البرلمان الأوروبي أخيرا. يعني على سبيل المثال 1984 صدر قانون في إنجلترا يقول أن ضاربي الزوجات سواء خارج المنزل أو في داخله يلقى القبض عليهم ويحاكموا. كان الأول قبل 84 كان ضرب الزوجة خارج البيت ده, إنما منذ 84 داخل البيت وخارج البيت يلقى القبض عليه ويحاكم. فالبرلمان الأوروبي قال الآتي في اختصار شديد, اضطهاد المرأة هو اضطهاد للطفل, واضطهاد الطفل اضطهاد للمستقبل, مستقبل أي أمة, ولا يمكن أبدا أن أي أمة تتقدم إلا إذا المرأة تمتعت بثلاث أشياء. واحد, التعليم حتى ينقلها من المرأة الجنس للمرأة الإنسانة, فالمرأة ليست لعبة جنسية في يد الرجل. اثنين, العمل حتى يحررها من العبودية الاقتصادية للزوج. ثلاثة, الحقوق السياسية, وأوصى أن على 2020 أن تكون برلمانات أوروبا على الأقل 50% نساء, وهي أوريدي دلوقتي السويد وهولندا وغيره وغيره 50% نساء, وعقبالنا بقى يا رب. على فكرة حضرتك كنت بتتكلمي عن اليمن في الأول خالص, احنا النهاردة الدور المصري اللي بنعمله في اليمن والبحر الأحمر نحن نحاول أن نستعيد دور حتشبسوت, لأن حتشبسوت اللي عملت الأسطول المصري اللي أمن البحر الأحمر وسيطر على منافذ البحر الأحمر عند القطع البحرية للمصري, كان أول أسطول يخرج, أول أسطول يخرج, وفي ميناء عزاب موجود إلى الآن على بعد 7 كيلو من شلاتين. فيعني احنا محتاجين أن نتذكر هذه السيدة الآن. يا مسيس تاتشر زيها بقى. لا مسيس تاتشر إيه جنبيها, دي أمنت البحر الأحمر بالكامل. يا ريت احنا نقدر نعمل ده, كانت مرأة حديدية. أعتقد أنه قداسة البابا تودروس يعني يحيي ودي الوزيرة غادة والي الحاضرة في القداس, بيحيي كل الحاضرين في القداس كعادته. ممكن نسمع جزء. يحضر معنا أيضا السيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومندوبا عن وزير التموين, والسيد السفير نبيل حبشي نائبا عن وزير الخارجية, والسيد هاني عزيز نائب عن السيدة وزيرة القوى العاملة والهجرة, والدكتورة جهاد عامر نائبا عن وزير الشباب والرياضة.
في الصورة طبعا الأستاذ مفيد فوزي والفنان هاني رمزي، وطبعا في حضور كبير في القداس. دكتور وسيم، يعني هل يختلف هذا القداس عن يعني إيه ما أهمية قداس عيد القيامة بالذات؟ إن هو بيعيد يعني أحداث الصلب والقيامة، وإنما التاني طبعا الميلاد ده موضوع تاني يعني. فهنا طبعا بيبقى يسبقه أسبوع الآلام، وقبل منه طبعا الصيام وهكذا. وعشان كده يمكن شم النسيم هو من أيام الفراعنة من الأسرة الثالثة، كان اكتمال الأمر بعد الاعتدال الربيعي، فكان هذا لما دخلت المسيحية أصبح يأتي في وقت الصيام، وطبعا في بيض وفي سمك وفي فسيخ والآخره، فأصبح تاني يوم عيد القيامة على طول. ولأن عيد القيامة متغير فأصبح أيضا يوم شم النسيم متغير. عيد القيامة متغير إيه؟ لأن الشهور القبطية متغيرة، متغيرة لأنه بيعتمد على الشهور القبطية غير الشهور الميلادية. لأن دايما كان حد بيسأل هو ليه يا جماعة شم النسيم كل سنة بيجي مختلف عن السنة اللي بعدها؟ لأنها متغير، لأنه مرتبط بعيد القيامة وبالتالي متغير. بنلاحظ هنا في تشابه بين أعياد المسلمين والمسيحيين، يعني الصيام و واحنا بعديها عيد، وهم برضو الصيام وبعديها عيد. لانه في الاسلام والمسيحيه، في المسيحيه المصريه وفي الاسلام المصري، المشترك بينهم الاثنين هو الجزء المصري. المصريين مصروا الاسلام ومصروا المسيحيه، وبالتالي في تقارب. يعني مثلا لما نيجي عيد القيامه، هو ايه القيامه؟ معناها ايه؟ انه السيد المسيح صلب دفاعا عن البشر وفداء له. طيب هو عيد الأضحى الكبير إيه؟ ما هو فداء سيدنا إسماعيل من أجل الآخرين. ففي تشابه كبير، لأنه هو الحياة الديانات السماوية الثلاثة في تشابه إلى حد كبير بينها، والجذور كلها برضو من مصر القديمة. طبعا ده فينا، لكن عن الخير يعني. في كل الأحوال في تشابه كتير. اتنين، الظروف الاجتماعية بتحكم، الأكل هنا هو الأكل هنا، العادات الاجتماعية هنا، القرص والكحك والمنين هتلاقيها موجودة هنا وموجودة هنا، الإقبال على اللحوم في الأعياد. يعني هو عيد، يعني هو دلوقتي أنتوا عيد اللحمة مش كده دلوقتي خلاص، ولا عيد السمك عندكم؟ لا، هو دلوقتي عيد لحوم طبعا، ده عيد اللحمة. عيد اللحمة عيد عندنا برضو عيد الأضحى، زي عيد الأضحى وعيد اللحمة. يعني في تشابه ضخم جدا جدا. يعني اذا ست الجذور واحد لانه الجذور واحده في نهايه الامر، ناحيه الصيام. لا، والكحك مثلا، الكحك دايما، الكحك ده اساسا عاده فرعونيه، عاده فرعونيه، الكحك والمنين والنقش اللي عليها ده الشمس طبعا. النقش اللي على الكحك ده الشمس. اول مره اعرف معلومه. كان دايما الكحك، والكحك نفسها كلمه مصريه قديمه، وجاية منها يعني العكعكة، اللي هي الحتة اللي فيها دقيق ومش عارف اللخبطة والحاجات اللي ويعك والآخر، دي كلها كلمات اشتقاقات من حتى أستاذ حلمي النمنم كلمة مصرية قديمة. النمنم كلمة مصرية قديمة. النمنم كلمة مصرية قديمة. كلمة مصرية قديمة. إنه المصريين زمان لما المنمنمات ومش عارف، لما كان الميت بيموت بيحطوا معاه الكعكة، باعتبار أنه بعد 40 يوم لما هيصحى يحاسب يبقى يلاقي الأكل موجود. تعدلت في المسيحيه وبقت الفسيخ كمان بشكل ثاني، والفسيخ والاسماك وتعدلت قدم للقرين على اساس انها حاجه محفوظه. وبعدين كان هم دايما يستخدموه في الصيف لان الاسماك تفسد سريعا، فكانوا يملحوها عشان خاطر تقرب. انما الصيام كان موجود في مصر القديمه، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكانوا يصومون 30 يوم، وكان هذا الصيام ينتهي بعيد كان اسمه شيشلام ربا، رب يعني كبير، وسلام سلام، وشيء اللي هي القدر، فكان ينتهي بعيد اسمه عيد السلام الكبير. وليه عيد السلام الكبير؟ لأن كان يومين بينهما ليلة، اللي هي ليلة القدر التي تحدد فيها الأجال والأعمار والأرزاق والحاجات اللي زيين. الصيام موجود والصلاة موجودة، ده من أيام من مصر القديمة، من أيام الفراعنة. وبين القرآن الكريم ذكر هذا كله. يعني مثلا الوحيدين اللي يسجدوا بدأنهم كما هي في الجدريات بين في تل العمارنة وغيرهم، أجدادنا قدماء المصريين، القرآن الكريم ذكرهم: أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا. فيش حد بيسجد بدأنه غير دور. وبعد ما نستغربش، إدريس 5500 قبل الميلاد أذكر في الكتاب إدريس كان صديقا نبيا، يعني أول رسول
هو جاء لمصر هو يدرس. ده استاذ حلمي يعني يعني هذا الامتزاج ازاي اثر على الشخصيه المصريه؟ اولا هو في الاعياد الدينيه اللي حضرتك اتكلمت فيها وفي اعياد عامه للمصريين اللي هي بقى مرتبطه بالشخصيه المصريه لا مرتبطه بالاسلام ولا شم النسيم عندنا احنا بس عندنا. وكان عندنا عيد عظيم جدا وانقرض منذ بناء السد العالي اللي هو عيد وفاء النيل. عيد وفاء النيل ده في المصادر القديمه كان هو عيد البهجه اللي هو عيد اكل بقى عيد مهيصه الناس تنزل في النيل تعوم وتتفسح والولاد يخرجوا مع البنات وتتم فيه الزيجات والافراح. كان في عيد الحصاد عيد القمح كان في عيد اللي هو عيد القمح ده اللي هي دلوقتي بقى عاشوراء لان كان بذور القمح يرموها في اليوم العاشر من ديسمبر فبعد كده خدوها اليهود وبعد كده احنا خدناها. بس عاشوراء ده له علاقه بذكرى عاشوراء. ما هي عاشوراء اللي هي اليوم العاشر في ديسمبر سمي عاشوراء عشان وكانت البليله بالعسل يعني كان قدماء المصريين يعملوا جديد بتاع خدوها الجماعه اليهود وبعد كده احنا نحن اولى من موسى بالعاشوراء. طبعا هنا يحيي المستشار الزند في الشاشه والمستشاره تاني الجبالي طبعا تحيه بتبقى تحيه حاره يعني في بعض الناس المحببين لدى يعني كل اصحاب الاراء الحره الشجاعة طبعا. طب خلونا نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار عن اعياد المصريين. كامل سمير مندوبا عن النائب العام المستشار اسامه النجار المحامي العام لنيابات محكمة النقد المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار أحمد أبو المكارم رئيس محاكم شمال القاهرة كيما يسكن هذه الأرض. وخاطب آدم وحواء في البداية وقال لهما اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها. ليه يا رب عملت كده؟ قال عشان تصير الأرض جميلة زي ما سلمتها للإنسان جميلة. بعض البشر أخذ ثقافة الحياة وثقافة الحياة طبعها في كل نشاط يقوم به وأراد أن يجعل الحياة جميلة فكل الأفعال التي يقوم بها الإنسان أو هؤلاء البشر الذين يتبنون ثقافة الحياة في كل مجال في التربية في التعليم في التنشئة في العمل في الاجتهاد. هذه عظة القداس الأخيرة يلقيها البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطرك الكرازة المرقسية. فإذا كان المصريون يعني عاشوا جنبا إلى جنب من قدم التاريخ فمن أين جاء التشدد دكتور وسيم؟ يعني منين جاء التشدد والتعصب وال وما ننساش ان برضو يعني فترات احتلالية كثيرة مرت على مصر ولكن الفترة الأخرانية لأول مرة في تاريخ مصر
يخرج المصريون من بلادهم إلى بلاد أخرى ومش يقعد سنة ولا اتنين، ده يقعد بالتلاتين أربعين سنة هو وأولاده، ويرجعون حاملين لثقافة مختلفة عن الحضارة المصرية. أضيف إلى هذا غياب سيادة القانون. فالملاحظ أن الفترة يعني معروف باستمرار أن أي حكم عسكري أو حكم ديني سيادة القانون بتتنحى والعدالة الاجتماعية برضو بتبعد، ومن هنا بيكون الظلم للمرأة، الظلم للأقليات، الظلم مش عارف لمين وهكذا. فده تأتى من عوامل كثيرة، إنما نرجو أنها تتصلح في الفترة القادمة. أستاذ حلمي، هل الشخصية المصرية اتغيرت من تسامح وطيبة وقبول للآخر ويعني العلاقات اللي بيننا اتغيرت؟ اتغيرت في الشكل بس، لكن أظن أن المضمون سليم. وفي تصوري أن ثورة 30 يونيو كان في جزء منها احتجاج على اللي حضرتك بتقولي ده، احتجاج على مشروع التشدد اللي بدأ قبل ذلك بأكثر من 30 عاما. لأن إحنا مع الأسف الشديد بعد حرب أكتوبر إحنا مشينا عكس الحرب مباشرة، واتجهنا إلى اتجاه إلى تنمية الإسلام السياسي. مع الأسف الشديد الإسلام السياسي مشروع يقوم على مفهوم الخلافة، وبالتالي هو مفهوم اللا وطن ولا دولة. وبالتالي لما يبقى اللا وطن ولا دولة، إسقاط المؤسسات، إسقاط القانون، وإسقاط فكرة الاعتزاز بالوطن وحتى بالكرامة الإنسانية. وعشان كده بيظهر التشدد، بيظهر قتل الأطفال، اللي يحدف الأطفال من فوق، كل هذه الأشياء دي غريبة علينا. لكن في تاريخ مصر باستمرار كان بين حين وآخر بيحدث مثل هذا، يعني ده اللي حاصل ده مش جديد، كان بيحدث كثيرا في بعض الفترات. في فترة الدولة الفاطمية حدث أشياء مثل هذا، في بعض زمن المماليك أول العثمانيين ما جم حصل أشياء مشابهة. وده لكن عادة الشخصية المصرية غلابة بتستعيد توازنها بعد فترة معينة. هل فترات، في فترات محلال مرت بها الدولة القديمة الدولة طبعاً الفرعونية أثرت على الشخصية المصرية حينها؟ طبعا، يعني عصر المحلال الأول ده بعد الأسرة السادسة، وهذا العصر قعد أكتر من 200 سنة. ومؤرخ اسمه إيبور بيقول اللي كانوا فوق بقوا تحت، واللي كانوا تحت بقوا فوق، حتى الذي كان يرتق حذاؤه أصبح على منصة القضاء. والمبادئ الشيوعية وجدنا برديات كانت في متحف لايدن في هولندا وفي لينينغراد. الشيء الغريب أن نفس المبادئ الشيوعية، ويقال أن لينين وتروتسكي وكارل ماركس اطلعوا عليها، لأن فيها البرديات بتقول الحرفة لمن يحترفها، الصنعة لمن يصنعها، الأرض لمن يزرعها، لا سلطان للسماء على الأرض لأنه ليس هناك إله. فدي كانت فترة اضمحلال سيئة جدا. وحتى برضو أنهم زي دخلوا المحاكم وحرقوا القضايا والمتاحف والآخر. عصر المحلال الثاني بقى اللي هو فترة الهكسوس بقى، ودي برضو قعدت لها من 150 ل 200 سنة، وكانت فترة عصيبة جدا. وبرضو اللي أنقذ مصر بداية امرأة كانت عظيمة جدا، وكانت زوجة سقن رع. لأن لما ابتدى الملك الهكسوسي كان وقح لدرجة اللي بعت لسقن رع في طيبة يقول له شوف لك حل فيه أصوات أفراس البحر. اللي انتفض هي هذه السيدة، وقالت له إزاي نقبل الإهانة دي؟ قال لها والجيش، قالت له أنا اللي هجيش الجيوش. ونزلت وجيشت الجيوش من القرى والنجوع والكفور والمدن، وكانت حرب رهيبة. المؤرخين يصفوها يقول لك توقفت النساء عن الإنجاب من هول المعارك برا وبحرا. ولغاية ما خلصنا منهم يعني الهكسوس دول. فدي فترات طبعا مرت على مصر. بعد فترة الهكسوس بقى بدأت بقى عصر الأمبراطورية بقى، ومصر زي ما أستاذ حلمي بيقول يعني هي قوية حين يعني تدافع عن نفسها في أي اعتداء خارجي. مش من داخل حدودها، وده اللي بيخلينا فترة الاضمحلال. فترات الاضمحلال في تاريخ مصر كله من العصر الفرعوني إلى الآن هنلاقي فيه تشابه في حاجتين.
ان مصر تنكفئ على ذاتها داخل حدودها. صح. مصر دولة لا تصلح ان تعيش داخل حدودها الجغرافية. واي حاكم يحطها داخل حدوده الجغرافية يبقى بيقضى على نفسه وبيقضى على الدولة. وده احنا شفناه وعشناه. اتنين، ان يظل حكم في الحكم من فترات طويلة، بعضهم كان يقعد 50 سنة و60 سنة على طول بعديه مباشرة تنهار الدولة. بيبي الثاني طبعا ده أسرة السادس، وبعد قلاوون جاء حاكم معه 60 سنة وهكذا. فالامبراطوريات في مصر، ان يأتي حاكم يقعد والله انا هكفي خير الشر واقعد جوه حدود وامشي جنب الحيط، ده معناه يبقى بيضيع البلد. اتنين، انه ياتي حاكم يقعد لفترات طويله 40 سنة و50 و60 و70 سنة، ده اللي كان يدمر البلد. وعشان كده انا متفائل باللي بيحصل دلوقتي، ان مصر خرجت بره حدودها. يعني انا بلاحظ ان السيسي، الرئيس السيسي، جولاته للخارج كتير، وده مهم، ده مش وحش. اتنين، ان احنا عملنا حاجتين، ثلاث حاجات، انطلاقه مهمه جدا، الرد بكبرياء وكرامة على الدواعش اللي أعدموا المصريين. هذا شيء ينبغي أن يحسب في الكرامة الوطنية. تمام. اتنين، إن احنا خرجنا إلى أثيوبيا ونحاول أن نبحث عن حل ونبحث عن صيغة، وإن ده لأنه مشكلتنا معقدة بأثيوبيا، يعني سد النهضة ده أول تفكير فيه في الأسبوع اللي مات فيه سعد زغلول. سنة 27 مات سعد زغلول، المصريين حزانة على الزعيم، فكرت أثيوبيا وقتها تعمل السد، سد اللي هو مكان سد النهضة ده. ثم حصل أشياء كثيرة، وبالمناسبة كان اللي راح مقدم لهم المشروع الولايات المتحدة الأمريكية أغسطس 27. اتنين، الحاجة الثالثة، خروجنا إلى البحر الأحمر. إذا لم تخرج تأمين حدود مصر، يبدأ حدود مصر تبدأ من عند منابع النيل جنوبا، وتبدأ من عند باب المندب، وتبدأ عند حدودنا مع فلسطين، إذا مش هنفهم ده يبقى مصر مأخر. وفكرة ان الجيش يحمي حدوده من الاربع جهات والموضوع انتهى، هذه يعني الجيش مش لا، الجيش رسالة الجيش ليست انه يحمي الحدود فقط، قبل حماية الحدود انه يحمي الكرامة الوطنية. صح. يعني بمعنى الولايات المتحدة الامريكية بتقول اذا اي مواطن امريكي تعرض لاي خطر في مكان في العالم كله من حقهم انهم يعملوا. وهي امريكا لما طلعت وراحت افغانستان وراحت باكستان وراحت العراق وراحت، هي كانت بتعمل والصومال يعني هي كانت كل ده طبعا ده حماية لما ظنت انه الامن القومي، ما ظنت انه الامن القومي او تهديد. هم قعدوا مساكتين على داعش، اول مواطن امريكي قادم بدأوا يضربوا. وبالتالي ده علشان مصر ما تضمحلش لابد ان تخرج بره حدودها، وتخرج يعني كلمة قاسية، تخرج بعزة وكبرياء وكرامة، مش خروج الضعف ولا خروج التسول. يعني أنا بشكرك على هذه الجملة، لأن في ناس كتيرة لازم تفهم ماذا يجب أن نفعل، إن إحنا وجودنا في الخارج أهم كتير، هو ده لتأمين وجودنا في الداخل. طبعا أصل أنا ما ينفعش أقعد في بيتي والله وأقول أنا يعني كده خلاص، لا خير شر لا لا لا، الدفاع عن البيت لا يبدأ من باب البيت، إنما من أبعد حتة عن باب البيت. وأهم فترات قوة مصر كانت عندما خرجت سواء بحتشبسوت أو بحتمس الثالث، يعني شوف امتد لغاية فين يا فندم. في 1840 العالم كله بقيادة تركيا العثمانية وقف ضدك، ضد محمد علي وابراهيم باشا، عشان يرجعك داخل حدودك. كان عشان يرجعك داخل حدودك. أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتور وسيم السيسي، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ حلمي النمنم، بشكركم أعزائي المشاهدين. يعني كنا نتابع معا قداس عيد القيامة النهاردة، وبنعيد على كل المسيحيين اللي النهاردة خلاص هيفطروا، يعني تقريبا خلاص تقريبا بعد القداس، يعني دلوقتي تقريبا بعد دقائق قليلة، ونحتفل معا بأعياد شم النسيم بكرة وبعده بإذن الله. هنكون معكم على الهواء مباشرة. أشكركم، نتقابل بكرة، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.